الامباكت ديال شنو تعلمت من ديك العصا مازال واقف معايا لحد الان. انا حل واحد العين وكنفتح لشي حد وقع شي مشكل. طرا شنو شنو غندير؟ كاين واحد العائله برا كتسنى، انا كترضوا ليهم احسن من اللي عطاوه لك. نوفل مرحبا بك. مرحبا بي، مرحبا بيا عندكم، وشكرا للاستضافه في هذا البرنامج الشيق اللي كنت كنتبعو من الكونفينمون الفايت. صافي بليزير، صافي بليزير. نوفل شتو لست بريزونتي رابيدمون. نوفل طبيب اختصاصي في طب وجراحه العيون، انسيان بلوغر انفلونسابل، ماشي انفلونسور، و بيرسوناليتي بريفي دوبوي كلكو موا في لي ريزو سوسيو. سيمي بيبليك بريفي بلان. تنبغي ديما نرد لي غاست ديالي لانفونس ديالهم باسكو سا مانتيريس. لا انا مابغيش نرجع لانفونس ديالي، انا بغيت نعرف غير كيل تيب دونفون كنتي وصافي. كيل تيب دونفون كنت شويه منعزل وباسل من طون، دونك كنت كندير بسلات بزاف من طون، ما كانش كيعجب ما كانش كيعجبوني الناس بزاف، دونك ما كنت اسي منعزل من لاكو واحد دزت من كنت في المدرسة المغربية ودزت لا ميسيون فرونسيز وكان واحد الكلاش. وي ثقافي ديجا ولانغويستيك غير لغوي في الاول، دونك تما بديت الانطواء. كان كيجيني شي حوايج في الشكل، دابا واحد كنعرفو سميتو مهدي وكيقول ليه مهدي، كان كتجيني في الشكل كنقول ما يمكنش هذا ما سميتوش مهدي، كنقول ليه راه مهدي، كيقول ليه راه مهدي، كتجيني في الشكل. دونك كان الانطواء بدا من تما، كان عندي مشكل مع الناس مازال لحد الان زعما عندي مشكل مع الناس، ما كنبغيش نتخلط بزاف مع الناس. دونك هذه هي لونفونس ببري. الحمد لله جو دي بارون كي تي الحمد لله بريزون وضربونا باش نشطوا الطريق من الاول. بصح سي فري باسكو هاد لو ديبا ديال العصا والبسيكولوجي بوزيتيف في ليدوكاسيون جو بونس كيعاود يرجع للور، كنلقاو ان هذيك ليدوكاسيون اللي خدينا شحال هذه باسكو حنا كاينه العصا مثلا ما بقاش دابا العصا ما كنحسش بها، ولكن الامباكت ديال شنو تعلمت من ديك العصا مازال واقف معايا لحد الان. زعما كنحس ان دوك المبادئ اللي عندي في الحياه ما كنتش غادي ناخذهم كون ما تربيتش ديك التربيه اللي تربيت ملي كنت صغير. دونك خدينا اون ادوكاسيون بلديه تراديسيونيل والحمد لله ما جو سوي اسي فيير دو ليدوكاسيون اللي عطوني مي بارون، اللي عطوني دي زوتي اللي هو ليسبري كريتيك. هي ان الوالدة كانت كتسولني من الصغر كنقول لها بغيتي كتقول لي اش غدير بها، هذا السؤال لحد الان مازال تابعني. كنبغي نشري شي حاجه وندير شي حاجه كنقول اش غندير بها، واش نحتاجها ولا لا. دونك ليسبري كريتيك اللي بقى معايا لحد الان واللي كيخليني ان كنولي ان بو امبيرميابل لي زيديولوجي ولي كورون، ديما كنسول راسي شي واحد الاسئله ديال علاش وكيفاش. دونك الحمد لله جاي اون ادوكاسيون دون جو سوي تري فيير و ان بو ميتيس بين دو كولتور المغربيه والفرنسيه. انا كنت فاتح بزاف على سورتو لا بوليتيك فرونسيز، كنت متبعها بزاف مازال حتى الان كنتبعها بزاف، والمغربيه عاود حتى هي اللي كتنشط شي شويه الكوتيديان ديالنا. كوكتي فرنساوي فوتي لو بان ولا لو بان؟ لا لو بان جي با فوتي ماكرون سورتو. لا سي دابا هو المشكل ديال لا بوليتيك فرونسيز اللي كيسموها ديموقراطيه، واخا ماشي ديموقراطيه بصح، هي انك ديما كيطلعوا لك واحد البوعو الدوزيام تور اللي هو ليكستريم دووات، وكيقول لك دابا يفو فيغ باراج على ليكستريم دووات. وي باش الاخر دونك اللي كان اون فاس خاصو يدوز، وهكا طلع ماكرون لا بروميير فوا. وي هكا غادي يعاود يطلع ثاني لا دوزيام فوا، دازيغ كو لي فرونسي ما كيبغيوش تكون عليهم ديك ليماج ديال ليكستريم دووات، باسكو كاين تاريخ دموي شويه ديال الحرب العالميه الثانيه والكولابو وداكشي، دونك الفرنسيين ما كيبغيوش انهم يتيكتاو اكستريم دوات. لوغ كو هاد ليكستريم دوات انا كنقول شنو غادير كاع لو بان باش تطلع، شنو غاتقدر دير كاع؟ خليها صلو نشوف ديجا بدا هي بوغ هل هي باش تعرف شنو هي الحقيقه ديال السلطه، تفهم ان ماشي اللي غادي تحكم، ان كاين لوبيات اللور كبار لوبيات صحاح اللي كيحكموا، باش تفهم هي انها حتى هي تفهم شنو هي السلطه، راه ماشي بديك الطريقه اللي كتيماجين غادي نجي ونمنع الفولاغ في الزنقه ومن بعد با كوم سا كسا مارش. ما الناس شنو بغاو؟ يبغاو الناس ياكلوا ويشربوا وينعسوا بوفوار داشا سيرتو بيان سور بوفوار داشا، انه يعيش هو مرتاح ويقري ولادو هو مرتاح وينعس هو مرتاح. اما شنو لابس انت في الزنقه سي دي با كيسون سكوندير، دونك حتى هي بالنسبه ليها انها توصل للحكم مزيانه ليها هي والناس اللي متبعينها.
بحال اللي وقع في المغرب في البي جي دي. هي كانت واحد الصوره ديال البي جي دي والرجوع الى الدين والاسلام هو الحل. اللي من وصلوا للسلطه فهموا ان السلطه شي حاجه اللي هي تري كومبلكس، ماشي نجي بحال هكا ونهزو يدنا للسماء وندعيو وغادي نحلوا المشاكل ولا فوتيو علينا حيت حنا ما كنشفروش. لا، خاص اخويا يكون عندك افكار، ماشي افكار، خاص يكون عندك دي كومبيتونس باش تقدر تحسن من الوضعيه ديال الناس. دونك ما بقاش غير الايديولوجيه، دونك حتى جو بونس لو بارتي الحزب ديال الاسر البي جي دي تعلم بزاف من 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 الحكم ديالو، حتى الاسباع ديالو تعلموا من هذا الشيء اللي وقع. هي ان السلطه شي حاجه اللي تري كومبليكي، والايديولوجي ما بقيناش في عصر ديال الايديولوجي، سالوا الايديولوجي في القرن العشرين. دابا ولينا في دي في دي 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 دي, دي كونسيبت جداد، وكيفاش تتعامل مع دي كورون اللي انت ما متفقش معاه، وكيفاش تحاول تخدم معاهم. هذا الشيء ما يمكنش تبني شي حاجه بوحدك، حيت اللوبيات اللي اللور صحاح بزاف. انا ديما فاش كان ايماجيني هاد لي لوبي جو نسي با كي ايماجيني ديرير، واش سي ان غران مسيو كي ا بوكو دارجون كي ابل بريزيدون لوي دي تو في سا تو في سا، ولا كومون سا سباس. انت بالنسبه لك كون تو دي لي لوبي ان فرانس، بارلو ان فرانس، شكون بالنسبه لك انت لي لوبي؟ انا نشوف مثلا سكي سباس فرنسا، كتنقى شي حد بحال زمور، ما كيعجبوش كنقول لهم زمور، ما عرفتش نتو زمور شي زمور كتجي بحال فرنسا هو زمور ورا زمور. زعما سي ان الجيريان كي ا اون كريز ايدنتيتير من الصغر، بور لوي الجيري نيكزيست با، بور لوي سي الجيري فرونسيز، دونك هو سي ان فرونسي واخا كان في الجيري، بور لوي سي ان فرونسي من الاول. دونك الى بروف لي ايميغري وكينسى انه براسو ايميغري، انت دونك يقول لك انا غادي ندير بوليتيك زيرو ايميغراسيون اون بوليتيك دو ري ايميغراسيون، لان هذاك الشيء حد انت اصلك من المغرب نرجعوك للمغرب، انت اصلك من مالي نرجعوك للمالي. هي اون ايبوراسيون اثنيك كالكو سورت، وكي اوركستري باغ ان ايميغري. بحال كتلقى هتلر واحد ان بران او زيو بلو او زيو مارون كيقول لهم العرق الاري لا غاس اغيان هما لو بلون زيو بلو. ايوا بدا من راسك انت، بدا انت هو الاول، وكتحس ان الايديولوجي تقدر ترفعك بحال هكا، لانك ما كتفهمش شنو، كتنسى راسك. زعما كتقول لي راه زمور، شوف غير المرايا، شوف غير في المرايا، تمشيش بعيد، ماشي شوف غير في المرايا. كتلقى زمور كي ان بوليميست، كي تان تري بون بوليميست، اي لي تري فور اكسيلون بوليميست، زعما كي هاد لارغومونتير. كيفاش غادي يجي واحد اللي سميتو فانسون بولوري، كي كلكان كي في دو لوبيين، كي ان غران ملياردير فرونسي اللي تقلق من ماكرون، باسكو بولوري شد كاع افريقيا كامله، كاع الموانئ الافريقيه اللي شدهم، ومن بداو ضربوا بيه قال لي واقيلا عيقتي. كان كيتسنى لو سوتيان ديال ماكرون اللي هو سوتناه في 2017 اللي فينانسا لا كومبان ديالو، ومن ماكرون قلب عليه قال لي انا نطلع شي حد اخر وفينانسا لا كومبان ديال زمور. دونك ان فان كونت سي كو دو لارجون، سي كو دو لارجون، سي كو دو لارجون. دونك هادو اللي كنسموهم حنايا دي لوبي، سي دي جون archi milliardaires qui ont compris qu'en fait le véritable pouvoir c'est l'argent. Donc ils cherchent les médias. كتلقى le film qui hadr zemmour C8, CNews, Europe 1, كاملين ديال Vincent Bolloré. عطيه le temps d'antenne تقدر باش يهضر باش يدور les idées ديالو. Ou Macron derrière lui, ça au moins des multimilliardaires qui finance le projet Macron parce que c'est un banquier ancien de Rothschild li wasal ou ki wasal dakchi li houma baghin yoslo leh. Ya nana nhabto les aides sociales au minimum, ya nana ntlou l'âge de la retraite le 65 ans pour que les gens puissent travailler beaucoup, parce que le plus important il y a la productivité ou combien de richesses tu vas produire. Donc les lobbyistes ou les gens qui sont derrière, c'est des gens qui ont de l'argent. بحال ما كتشاهم لا كريز مع لا روسي، كيقول لك لي زوليغار روس. علاش فرنسا ما كيقولش لي زوليغار؟ كيسميهم دي ملياردير. لا هما سي دي زوليغار، سي لا ميم شوز، عندهم اون انفلونس بوليتيك. علاش؟ باسكو كيشري لي ميديا، وغالبيه الناس كيسمعوا لي ميديا، ونلقاو ان اللي عنده لو بلوس دو طون دو بارول في لي ميديا هو اللي كيطلع بريزيدون على فان. باسكو سي باسي بور ماكرون باسكو تعطي. دابا انت كتلقى لو موند كي ابيل ا فوتي ماكرون، لو موند كي سونسي اتر ان جورنال انديبوندون. Indépendant de quoi? Rien n'est indépendant. Indépendant de la gauche. C'est-à-dire indépendant de quoi? Parce qu'on est dépendant de la chose, de la chose, il est dépendant de la chose. Qui le finance? Goulier qui te finance, un goulier qui est ta marge de liberté. Ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire. Donc c'est aussi simple que ça. L'argent a corrompu la politique depuis très longtemps. Les Américains, ils l'avouent. Ils ont des bureaux de lobbyistes dans le Congrès.
بيرو لوبيس كيجي كيقول كان عندنا واحد لا لو بغينا ندوزوها وكتجي كي عند لي كيمشي عند لي مامور ديال الكونغري وكيقول لي غتفوتي لهاد لا لو وغنعطيك انت داكشي اللي كنتي باغي في داك الديبارتمون ديالك انت بغيتي واحد لوتوريزاسيون نعطيها لك بهادي ولكن انت خاص تفوتي لهاد دونك سي بيو دو لا ديموكراسي سي لو بوفوار ديال لارجون انا غادي نمشي ندير اون كامبان الكتورال خاصني فلوس باش ندير الحمله الانتخابيه ديالي هادوك فوز من نجيبهم ملايير وملايير كيجي واحد عنده ملايير وملايير كيقول انا غادي نفينونسي لا كومبان ديالك ولكن بشرط انا كنبيع السلاح انت بغيتي تولي رئيس امريكان غادي نفينونسيك ولكن بغيت جوج الحروب في الموندا ديالك دير لي وحده في افغانستان وحده في السودان دبر راسك ديال لا هو هادشي اللي كيوقع من بعد شي كيوقع دونك سي دي زانتيغي فينونسيير كيطلعوا واحد اللي ما بقاتش الديمقراطيه بحال اللي كن صحابوها حنايا كيقدموها لك بواحد الطريقه اللي هي انك انت اللي كتمشي تفوتي على شي حد ولكن فهمت كنت انت بغيتي تاكل الشفنج مثلا انا كنجيب لك بصله وخيزو وبغيتك انا تاكل انت خيزو ياك نجيب لك انا خيزو وبصله ملي اختار بين هاد الجوج تختار انت خيزو ملي وانت اختاريتيها شنو اللي فرضت عليك شي حاجه ولكن جبت لك حاجه كتكرهها قدامها باش لا تخسر هذيك واش سي فريمون ان فوت باسكو سي فريمون سا لا ديموكراسي كوم اون ليماجيني سي با فريمون كوم سا فدو بلوس كو دوك الناس مي كيوصلوا في دوك 5 سنين اي سون اور لا لوا ما عندكش باش تحاسبهم على شنو غادي يدير الطريقه الوحيده اللي عندك باش تحاسبهم باش تعاقبهم الا ما عجبوكش دوك 5 سنين هي تفوتي على الاخر تقول لي اوكي دونك انا عدت واحد السيد قال لي انا غادي ندير وغادي ندير وغادي ندير في 5 سنين ما دارش كنقول لي انا هادشي قلتي عجبني نعطيك فرصة ونعطيك الصوت ديالي ها هو وصل ما دار حتى حاجة من داكشي اللي قال لك غادي يدير كتقول لي ولكن راه ما دار حتى حاجة من داكشي اللي دار نعاقبوه كيقول لي لا ما عندكش الحق باش تعاقبو ولا تحيدو من بلاصتو ولا حتى حاجة ولكن عندك الحق باش تعاقبو كيفاش نعاقبو تفوتي لهذاك لادفيرسير ديالو اوكي نفوتي لادفيرسير ديالو شنو كتقول انت انا غندير لكم وغندير لكم وغندير لكم واخا خذ انت اخويا الفرصة ديالك 5 سنين ما دار حتى حاجة من داكشي اللي قال شنو غادي نديرو دابا خاصك تعاقبو باش فوتي على هذاك اللي فوتيتي عليه قبل هذاك اللي ما دار والو من داكشي اللي قال ولكن حتى هو ما دار حاجه وهاد بعد هي الديمقراطيه خاص قبل الديمقراطيه مي ماشي ديمقراطيه اللي كتفلاو عليهم هي ان فدوك الناس الا كانوا دي ريبريزونطون هي انهم هما فريمون غادي ينوبوا نواب على الشعب راه خاص الشعب تبقى عنده لا مانيت فدوك 5 سنين انه الا وقع شي مشكل ما عرفهمش شنو كيديروا انهم يتدخلوا سي سكي سباس اون سويس باغ اكزومبل لا سويس عندهم واحد الثقافة ديال الريفيروندوم بوبولار هي الاستفتاء استفتاء شعبي هي انهم كتكون شي لوا ما عجبتهمش انت تسني واحد لابيتيسيون عريضة الا سنوا عليها 100,000 واحد في مدة شهر ولا شهرين عندك الحق باش هذيك لا لوا تو لا رومي اون كيسيون في ريفيروندوم بوبولار هي ان الشعب كامل غادي يفوت على هذيك لا لوا هنا كتحس ان كاين واحد مازال شي حاجه سميتها ديمقراطيه يعني مازال الشعب يعني في واخا دوك 5 سنين ما كتعطيش واحد ما كتفوضش امر كامل 100% واحد لا كونفيونس افوغل شي حد اللي ما عندك عليه اوكان بوفوار وقع حتى في ساركوزي دار لهم ريفيروندوم قال لهم شنو شنو لي فرونسي واش بغيتو لورو ولا ما بغيتوهش قالوا ليه لا ما بغيناش اكثر من 60% وطبق كومان زعما واخا انت ما بغيتيش غادي نطبقوا علاش حيت كاين الناس اللي مورايا اللي عطاوني الفلوس باش وصلت هنايا غديروا براسك ديروا فوالا دونك كتجينا شويه ولات مسرحيه بلوس ك سي سور سي سور ديرنييرمون هي النيوز ديال ايلون ماسك كي اشتي لا بلو غرو شير ديال تويتر Et aujourd'hui, ils veulent acheter carrément. Mais non, alors, il y a des plateformes qui ont été plateformes qui ont été faites. Les plateformes, il y a des choses qui ont été faites la crise de la Russie-Ukraine ou la COVID-19. Ou la Facebook qui censurait des posts. Oui. Ou Twitter qui censurait des posts. Mais il y a même des choses qui ont été faites la démocratie ou qui ont été faites des plateformes libres, d'échanges libres, de l'Afghanistan. C'est la vraie fikra qui ont été faites. C'est la لا ما خاصكش تقول شي فكره ضد شنو خاصك انت حنا بغيناك انك تامن به دونك هذه ولات ديكتاتوريه ما بقات لا ديمقراطيه لا والو حتى لي ريزو سوسيو تفضحوا ما بقاوش داك لا بلاتفورم اللي كتعاون الناس انهم يعبروا على الاراء ديالهم بطريقه اللي هي حره اي دوكو هو الا كومبري اي سي لا شات ما سالينا اي كونترول لي جيغا فاكتوري دونك لي انرجي رينوفابل كلشي لاسباس البرين من نورال لينك ديالو
الطوبيلات فلوس فلوس وراه هادشي اللي مازال الناس ما فهموش ان الفلوس هما اللي كيجيريو العالم. كارل ماركس كان عنده الحق زعما وي لا الماركسيزم الماركسيزم اخويا كان على ليبوك كان كيبان تري اكستريم فوار فوار امبروبابل. انا ملي كنعاود كيبان دابا بان ديالو كل مره كنحاول نفهم شي حوايج ما كنتش فاهمهم قبل ملي كنشوف داكشي اللي واقع دابا. سيت زالون فيزيونير ولكن كارل ماركس راه كان entretenu par par Hegel اللي كان هو de d'extrême de droite زعما باش فهم ان لي شوز سون فريمون كومبليكي زعما ماشي داكشي بسيط باش تفهم. لا soutenu parce que tant que c'est juste des idées donc Hegel كي واحد كيصرف عليه اللي عنده واحد ليديولوجي كاريمون مختلفه على ليديولوجي ديالو ولكن هانيه. هذه كانت لا بوز بوليتيك لونتري درنا لونتري. الو السؤال الاولاني هو واش درتي ميديسين عن قناعه ولا تبعتي واحد التيار؟ لا ما كان حتى تيار لا حتى حاجه درتها عن فراغ. وعراض عن فراغ دخلت الباك ديالي موسون تري بيان في ليسي دي كارت 99 وما كنتش عارف شنو غادي ندير زعما دفعت لتا ايكول نهائيا وما كنتش عارف شنو غادي ندير حتى جويي ديال الصيف كنت كنلعب كانت السوبر نينتندو على ليبوك سوبر ناس اللي كنت كنلعب يس وكنسولي ودي قال لي شنو غادي دير هذا العام قال لي ما عرفتش انا كنت على ليبوك كنت باغي نمشي الميريكان صافي نمشي نحرق الميريكان واخا ندير اللي درت خصني نتباصا كنت كتعجبني الان بي اي كنت نتفرج في الان بي اي كان عندي واحد ولد عمي في ميريكان كان شوفور ليموزين وكيتصور مع ويل سميث وكيتصور مع كاميرون دياز كنقول انا ديال الحياه نمشي تما انا ندير شي حاجه بريكولا صافي اي قال لي شنو دير ميديسين قلت صافي اوكي واعره فريمون فريمون كما زعما دونك بيت ميديسين باسكو ما كان عندي ما ندير وكاين حنا تاني عائله ديال الاطباء انا الوالد ديالي طبيب وخويا الكبير دونتيست اختي الكبيره اندوكرينو اختي الصغيره فارماسيان. شنو هي اندوكرينو؟ اندوكرينو هي طبيبه الغدد الغدد اللي مال الكلام سكر و تيغويد وي وي السكري السمنه شي كامل دونك كان عائله ديال الاطباء نتاعهم دونك درت ميديسين دونك لي دو بروميير زاني كنت غير كنمشي ونجي زعما ماشي زعما فقعتي خصني ندير شي حاجه بحال كنمشي للمدرسه وكنجيب في العشيه كيحطوني في الصباح وكنرجع في العشيه بحال هكا دو زاني ديال ميديسين كنمشي في الصباح وكنرجع في العشيه. ثوازيام اني بداو لي ستاج اوسبيتالي وي مش كنمشي لي سيرفيس كنتلاقى المرضى تما عاد فريمون عجبتني الميديسين حسيت انا ما كنبغيش بزاف الناس ما كنبغيش نتخلق بزاف مع الناس ولكن كنبغي يكون عندي انا امباكت كنبغي نعاون كنحس انني انا عندي واحد القيمه مضافه وحسيت انني كنقدر نعاون بلا ميديسين سان كي داتاش تشوف ان كونسلطاسيون فيها 10 مينوت 15 مينوت كتعاون شي حد لي كتقول لهم راه غراس ا موا لو كوتيديان ديال شي حد سامليوري سان كي داتاش ما ماشي ندورو ان بو دو شيمون اونصامبل عاونتك الله يعاون اي عجبتني فريمون هاد لو 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 ميتي دون سو سانس لا اي انسويت ان سانكيم اني دخلت للبلوك ديال لوفطالمو اي جيتي انبهرت بالبلوك ديال لوفطالمو كنلقى واحد شد شي حاجه في يديه وما كتبانش سي ان فيل انفيزيبل كيبان لكش بالعين المجرده كيخدم بالميكروسكوب واحد السيد كان غادي يفتحوا ليه على الجلاله ولكن ما كيصبرش على الديكوبتيس دوك كان مريض بالقلب كينعس على ظهره وقلبه يقدر يسكت وي دونك البناج قال لهم ما يمكنش يفتح خصنا نفتحوا ليه قال ليه نوضوه من البلوك قال لهم لا انا خاصني نفتح راه ما كنشوفش قال ليه لا الشريف راه الا فتحتي غادي تموت قال لهم ماشي مشكل كاين زعما نخاطر ناخذ هاد المغامره نديرها نقدر نموت فيها ولكن نشوف اي جو مسيو روندي كونط كو لا في زعما واحد شي حاجه اللي عندها واحد القيمه عند الناس كيحسوا بها غير اللي مشات لهم ما كيجيش حيت كنولي غير غمض عينيك بحال هكا وتصور تبقى تعيش بحال هكا اي روند سو سيرفيس لا للناس كنحس براسي مهم سكيل كا اي دونك سي بور سا كو جي شوازي ان بو لا سبيسياليتي ou la façon romantique de dire ça il y a pourquoi l'ophtalmologie c'est parce que un coucher de soleil ça ne s'entend pas ça se voit on peut même chez Beg mais avec cette القضيه هذه نقول لك بان ça se you can feel it as well non il y a
لا حيت لي رايون دو سولي ديفيرون دو سي فري باسكو عندي كنخدم مع واحد الجمعيه ديال لي نون فويون لي زافاغ في المغرب و كنخدم مع واحد السيده اللي هي افغل دو نيسونس عمرها ما شافت وكنهضروا على هذا الشيء كتحس فوقاش الشمس كتغرب كتحس بالنهار وبالليل اكزاكتومون واخا ما عمرها ما شافت شي حاجه سو سون دي زوند سي سون دي زوند و سي تري باسيونون و جو بونس كو مين ان شاء الله غادي ناخذ لا روتريت ديالي هذا غيكون واحد لو كرينو غادي نمشي عليه غات كاريتاتيف بور لي نون فويون لا اللي كاريتاتيف نو سا جو بونس كو تو الموند دو فيغ سا من الصغر مي هاد لو كرينو ديال فيغ انتوندغ لا فوا ديال هادوك الناس باسكو في المغرب فريمون مهمشين بواحد الطريقه اللي ما يمكنش فريمون لان كتحس ان على برا واحد ما كيشوفش واحد ما كيتمشاش واحد ما كيسمعش المجال الحضري كامل ادابتي ليه كاين دي سينيو سونور شي حد ما كيشوفش كاين دي سينيو فيزوال شي حد ما كيسمعش وي كاين دي رامب بالنسبه لشي حد اللي ما كيتمشاش اما حنا راه بالنسبه لهاد الناس باش يخرج من الدار ديالو راه عشان راه غادي يطلع للهيمالايا وي شي حاجه اللي الوغ كو خصو غير يمشي يتقدى ولا يخرج هاد الناس فريمون مهمشين بزاف وكنحسن حتى حد ما كيهضر عليهم ديموكراتيزون ان بو هاد لو هاد هاد لو كونسيبت ديال كلكان كي نارييف با افوار فيزيكمون ولكن de manière très facile pour que les auditeurs là les personnes qui vont regarder l'épisode ils fassent. Mais علاش ما كيشوفش كاع؟ شنو تيوقع في الداخل ديال الو حنا ما كنشوفوش بعينينا العين غير واحد اداه استقبال. ريسبتور. ان ريسبتور ديال الضوء وفيه واحد الخلايا ديال الشوف اللي هما في الشبكه الشبكيه اللي هما خلايا عصبيه كيشبهوا السباغيتي كتبدا في العين وكتمشي حتى للدماغ. هذا هو السيركوي دونك كيدخل الضوء من العين كيوصل للقرنيه من القرنيه كيدوز في المومود العين ديك الثقيبه الصغيره كيوصل للشبكه اللور الشبكه كديه في العصب البصري اللي واحد الكابل كبير حتى للمركز ديال الشوف اللي كاين اللور ديال الراس فين ما كان شي خلل في هذا السيركوي هذا كامل الضوء كيتقطع ما كيبانش دونك كاين شي حد اللي عنده مشكل في الدماغ ما كيشوفش نيسيتي كورتيكال من الصغر كاين اللي عنده مشكل ديال النمود العين ما كبرش مزيان مشكل في الشبكه مشكل وراثي مشكل في العصب البصري اللي كيدي المعلومات للدماغ ولا مشكل في القرنيه من الاول كيداد بواحد القرنيه اللي هي ماشي ترانسبارون ماشي صافيه ما كتخليش الضوء يدخل دونك كاين بزاف كاين عشرات الاسباب اللي تخلي شي حد من الصغر ديالو ما كيشوفش وغالبيتها مشاكل وراثيه واش كنقولوا للناس اللي بغى يتزوج يبعد على العائله ديالو حيت كيخرجوا بزاف ديال لي جين ريسيسيف اللي ما كيكونوش كيبانوا في الواحد وكيقدروا يبانوا في ولادو Ou est-ce qu'il y a une explication à ça Entre parenthèses, voilà. Là, je pense que tu juges une personne de la famille d'elle. Je pense qu'il y a des gènes récessifs. Récessifs, il ne s'exprime pas. Il y a un homme qui est un homme qui s'exprime. Il y a un homme qui s'exprime. Donc, il y a un homme qui s'exprime. انت كتعطي لولدك نص ديال لي جين دونك يقدر يجي داك لو جين ريسيسيف ديالك اللي ما كيتاكسبريماش عندك مع ديالها هي وكيتاكسبريما عنده هو ايه بحال كان دورمون عندي انا وغيفيق عنده بزاف ديال فوالا بزاف ديال لي جين دابا انت كتاخذ نص ديال لي جين ديالك من والديك من باباك ونص من امك كتاخذ دي جين كل جين عنده دو كوريسبوندون واحد من باباك واحد من امك كاين دي جين اللي هما ريسيسيف لانهم يل نو سيكسبريم با مع ان جين دومينون نقولوا ناسي مثلا شوف مثلا انت مثلا نشوفوا حنا غير لي جروب سانغ كاين الجروب او ا و بي او ا بي و او ا بي ما كاينش حتى ولكن هادو هما لي زالال ديال لو جين الاصل دابا لو جين هو لو جروب سانغ وعندو دي زالال اللي هو ا بي و او داكور ا و بي بجوج بهم دومينون و ا ريسيسيف هي باش تكون انت يا او خاص يكون باك او وامك او هكاك باش تكون ا يا اما خديتي ا من باك و ا من امك يا خديتي ا من باك و او من امك حيت او ريسيسيف وي وي بحال زيرو بحال زيرو دونك كاين دي جين اللي هما ريسيسيف انت هازو معاك ولكن عندك واحد لو جين دومينون ومراتك حتى هي من نفس العائله عندها لو جين دومينون و لو جين ريسيسيف في البراساج جينيتيك ملي كتعطي لي جين ديالك لولادك كيجي نص منك ونص منها تقدر تجيو في لو جين ريسيسيف اللي ما كيتاكسبريماش عندك مخفي واللي عندها كيولي دومينو عند الدري وغالبيه التشوهات لي مالادي مالفورماتيف
سببهم دي جين ريسيسيف سي بوغ سو كتنقى في الناس اللي كيتزوجوا من نفس العائله كيخرجوا فيهم دي طار ما كانوش عند الكبار اي سا بو علي من لا بير دو فو ليسونس لوجيه تو كلشي دونك است كي اون سونس كي بريدي شنو يقدر يطرا بيان سور tu peux faire un karyotype et quand tu me dis le service dial génétique qui a d'autres génétiques dial qui a d'autres génétiques dial là et alors faut que nous mettions les génétiques les cadres qui sortent nous quand nous faisons général mais si qu'abel ça quand tu sors chez des réfléchis tu as joué à cette création là quand c'est pour les parents ils doivent le karyotype parce que ils savent qu'ils doivent un conseil génétique il a besoin de rechercher des réfléchis autres parce qu'il y a un risque que nous tu vas sortir faire neuf l'île ou d'accord d'accord si maintenant ils ont plus qu'un enfant il y a une probabilité ان كاع لي زونفون لي ولدو دوك الناس كاينين ولا انا شي ما كنفهمش كاين اللي كيجي عندي بثلاثه ديال الدراري عندهم نفس المشكل كتقول لي علاش عاودتيها جوج مرات المره الاولى واش قالها لك الطبيب قالها لي الطبيب حيت سولني واش بنت خالتك قلت لي اه بنت خالتي قال لي راه يمكن يكون هذا حيت من نفس العائله سير شوف الطبيب وشوف قلب واش كاين احتماليه ان في الثاني وفي الثالث يوقع هذا المشكل عاود ولكن ما كاينش عندنا واحد الثقافه طبيه في المغرب لا ثقافه طبيه حيت ما يمكنش واحد يعرف هذا الشيء راسو لا حتى انا ما جرب انا خاص التلفازه ولا الراديو ولا لي ريزو سوسيو يهضروا على هذا الشيء est-ce que tu as jamais pensé à faire une série على هذا الشيء لا حيت انا دابا شوف اكزامبل قاري انجينيور ديتا سكو تو فو كتهضر معايا بحال كتهضر معايا بالجيتني لا ما حيت ماشي 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 الدومين ديالك ولكن انت راه خاص سي فري سي فري بحال مثلا تنقف في ميريكان عندهم دي زيميسيون في لا تيليفزيون بحال دكتورز الى شفتيو يس بلاطو تي في وكيجيبو لي سبيسياليست والناس كيسمعوا وبداك الشو امريكان وداك الشيء ماشي زعما داك الشيء ممل بحالنا حنا طلعوا وكذا ماشي بحالنا حنا الاطباء من المغاربه كنهضروا الطبيب كيهضر كتقول واه صافي بركه ديالي راه فهمتي لا داك الشيء بالشو والماركتينغ ولي دونك فوالا نو سي فري كو خاص سو جون دو شوز كان شي واحد الوقيته ولكن تزوجت الدراري وصافي صاحبي انستغرام انستغرام غاتش التليفون غاتصور غاتقول سي فري العكز لا تبل والله انا عندك طياره شي حاجه مهمه هاد القضيه اوكي قلتي فاش دخلتي للبلوك ديال الافطالمولوجي تبهرتي واش غير بداك لوكا اللي شفتي ولا كانوا دو تشوز لا شفت سورتو هاد لوكا هذا هو اللي كان زعما فريمون زعما زعزع شي حاجه داخل مني انا كش حاجه جونسي زعما راه ما عادش تخاطر بحياتك باش تشوف زعما جاتني في شكل باسكو كون واحنا باسكو كنشوفو من شفت داك السيد فريمون بديك الطريقه وفتحوا ليه بواحد الطريقه اللي فتحوا ليه ماشي ناس فتحوا ليه انكليني بحال هكا دونك ماما حنا كنفتحو حنا جالسين وثاني شي مرات كندير بوغ دي باسيون كنفتح ليهم جالسين دونك كنفتح وانا واقف دونك اون سادابت لهادشي اللي عجبني في الفطالمو هو هذا هي انك تو بو روند سيرفيس بالعمليه ديال الجلاله مثلا باش تحيد الجلاله وتخلي واحد ما كيشوفش كيولي يشوف كتاخذ 3 دقائق كيخرج على غد ليه كيولي يشوف مزيان حياته كتبدل 3 دقائق وكتقول ليه الله يعاون ماشي بحال دابا لا نورولوجي دي مالادي كرونيك كتشوفو مره في السيمانه مره في الشهر عام عامين 3 سنين 5 سنين في الفطالمو لا الفطالمو براتيك ربط السقط والله كاينش لاطاش اون بارلو دو سا اسكو سا تي جامي اريفي انك تاطاش على ان باسيون اه وي اه سا سي دراماتيك باسكو ماشي غير بوغ ان باسيون ماشي غير انا جو بونس كو الناس بزاف ما كيفهموش كيقول لك الاطباء ما عندهم قلب فهمتي هادي في المغرب قلبهم قاسح وما كيحسوش بالمرضى وداك الشيء انا كنفهم هاد الاطباء اللي كيوليو بحال هكا كنفهم علاش باسكو واحد الوقيته تصور انت عايش غير في المشاكل ديال الناس دابا انا ماشي دابا انا كون ما كنت ديريكتور ديال شي اوتيل راه كيجيو الناس غير الناس اللي فرحانين ناشطين جاي يدوزوا واحد الوقيته زوينه دونك انت تشوف غير الناس ناشطين وانت راك ناشط انرجي بوزيتيف ولكن تصور واحد كيشوف 40 واحد 50 واحد في النهار غير المشاكل كل واحد عنده مشكل دونك راه الا بديتي كتعيش هذوك المشاكل كل نهار غتديو معك حتى للدار وي بغيتها ولا كرهتيها زعما داك اللي كيقول لك لا انا كندير كنفصل بين الخدمه والدار داك الشيء ما يمكنش راه عندك مونطال واحد عندك دماغ واحد دونك انك تعيش غير في المشاكل فورسيمون سافا فوار سافا ديتاندر على نفسيتك نتايا دونك واحد الوقيته راه عندك جوج الاختيارات يا اما انت غادي تيزيمانيزي راسك ما توليش انسان تولي روبو انت كتولي روبو يا اما كديزيمانيزي داك اللي قدامك هي المريض ما كيبقاش ان هيومان كيولي اون مالادي وكتخطي اون مالادي ماشي انسان وهنا كيولي المشكل
انا اخي يقول لي هذاك السيد ما كيحش بالمريض ديالو ما كي يهضر معاه هو معبس ما كيعطيش الامال فوالا اي على لونغ جو بونس كو سي نورمال انا ملي كنحس براسي كنولي ندير بحال هكا كتحبس كنحبس وكنمشي ناخذ عطلة كناخذ شي كونجي انا حطيت واحد الوعد لراسي انني الا بديت كندير بحال هكا غنحبس الخدمه تو سامبلومون نجي ندير حاجه اخرى حيت سي تان ميتي كي ان شي حد كيجي و يل تو كونفي سون كور و سي بروبليم سي با ريان بيان سور ماشي جوج عند الطبيب راه ما كاينش واحد كنحس بشي حاجه كنمشي عند الطبيب قلال اللي بحال هكا هادو اون جينيرال عندهم شي مشكل نفساني زعما ولكن باش واحد يمشي عند الطبيب زعما راه تقريبا لو ديرني ريكور ماشي غتجي بحال هكا تفيق صوتك و غنمشي عند الطبيب صراحه مني وجبت كلشي بحال هكا توصل بيه اللعبه كل انسان بحال هكا دونك باش كتمشي عند شي حد وكتكونفي ليه شي حاجه ماشي سهله دونك هذاك اللي ان فاس خاصك ولا بدا تحط بلاصتك تحط راسك بلاصه داك الشخص اي لومباتي ولكن هكا صعيب ديرها كل مره الا عندك 30 واحد كل مره كدير راسك بلاصته كي غتولي انت في الاخر سبحان الله الكاليتي دو في كتولي عندك انت لومانيتي ديالك كتصرف على دوك الناس كاملين وما كتبقاش فيك انت بزاف سي سكي سباس فريمون عند هاد الواحد كتبقى عنده 20 طون 30 طون دو كارير كتسنى منه شنو صعيب تسنى منه انه يبقى زعما il faut qu'il déshumanise il y a le patient il y a هو كيولي ان روبو il y a le patient كيولي une maladie دونك هنا واش اون استوس نمشيو عند ميدسان بلو جون pas toujours بس ديبوند دابا شي لو بروبليم ديال لا ميديسين في العالم كامل وفي المغرب بالضبط وفي المغرب كثر هي ان الناس ما فاهمينش شنو هو طبيب يا ما بوغو كيقول لك لا سي تان ميتي اومان سي تان ميتي نوبل راه كاع لي ميتي نوبل كاع لي ميتي خاص يكونوا اومان ما كاينش دي ميتي ديال 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 لي روبو تو لي ميتي دو فيت نوبل انا مثلا عندي ان بروبليم دو بلومبري وصل لي عندي اون فويت في الدار الماء خرج لي من الحمام وصل لي للدار كامل البلومبي كيولي هو سوبر هيرو سي تان سوبر هيرو بور مو داك الحال راه عنده الميتي لو بلو نوبل كي بويز اكزيستي اون ان اركيتيكت ولا ان انجينيور اللي غادي يمشي يصوب ليا واحد لو بون ولا يصوب ليا عماره ويغش في الخدمه ديالو راه غادي يقتل اكثر من الناس اللي يقدر يقتل الطبيب في البلوك اوبيراتوار دونك تو لي ميتي راه خاص يكونوا عندهم واحد لو كوتي اومان انساني واحد لو كوتي نوبل اوبليغاتوار ما اون بو با ايماجيني ان ميتي بلو نوبل كو لوتر غير حنا كنبغيو نردو هاد الميتيي بلوز اومان كو لي زوطر ولكن ملي كتشوف لا فورماسيون ديال الطبيب في المغرب جا كيبدا دخل الميديسين وعندو 18 عام وي 18 عام ليدوكاسيون ديالو دارت دونك المسخوط راه مسخوط ظريف ظريف ولد الحرام ولد الحرام تزهرك والله 18 ans دونك 18 ans ليدوكاسيون دارت وكيدخل لا فاك دو ميديسين ماشي على الاخلاق ديالو ولا كيدوزو على الاخلاق كيدوزو على لا نوت اللي جاب في الباك دونك يدخل على حساب واحد لا نوت كي نغفيت با دو تو الكاركتير ديالو كيفاش داير دونك كتنقى تو لي كاركتير في لا فاك دو ميديسين اون بتيت سوسيتي كتوصل بوندون طول الباركور ما كيعلموك شنو هي ليتيك شنو هي لا فهمتي لا ديونتولوجي شويه ولكن ليتيك ما كنتعلموهاش لا كومونيكاسيون لارت دو كومونيكي ما كنتعلموهاش دونك كتنقى واحد الطبيب اللي تعلم دي زالغوريثم بحال لي ريزو سوسيو هادي هاد لو سامبتوم خاص تقلب على هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي باش تعرف واش هادي كاينه خاصك تضرب بهادي باش تعرف هادي دونك سو سون دي زارب ديسيزيونيل واي كي ريزوني بحال هكا دونك واحد كيقول لك انا عندي هاد المشكل انت كتقول لي هاد الدواء كيقول لا ولكن ما فسرش ليا شنو عندي ما ضحكش ليا في وجهي ولكن واش هذاك هو الدور ديالو سي ديبون دي جون دابا انا كاين شي ناس اللي نقدر نضحك معاهم وغيتقبل الضحك ديالو غادي نجي هو احسن طبيب في العالم وكاين اللي كينقى الضحك ديالي باسل وغينقى انا ماشي الدور ديالي انني نضحك معاه وي ما كاين دي جون اللي كي نو ريشيرش كان سوغيغ دون لو سونس او المرض عندهم بلوس بسيكولوجيك كو فيزيك ولا فيزيولوجيك متفق معاك دونك غير الناس ما يبداوش يخلطوا ماشي كاع الاطباء خاص يكونوا كيضحكوا ناشطين وكاين الناس ما كيبغوش الاطباء اللي كيضحكوا كاين اللي شي مرض كنبغي نفسر ليه شنو كيقول لي لا فك الدكتور ما بغيتش نعرف انا شنو عندي اه وي قول لي عافاك شنو ندير من الاخر هو سي كيلكان دو براغماتيك عندك واحد المشكل كيفاش نريقلوه نفتح عمليه شنو ندير الدواء صافي مابقاش انا باغي عاد نفهم ولا دونك كل واحد وكيفاش داير دونك كل واحد وكيفاش الطبيب اللي غيرتاح معاه وي 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 فهمتي دونك واحد كيقلب بحال الجزار
بحال ميكانيسيان فهمتي بحال ميكانيسيان بحال الكوافور كتلقى شي حد اللي كيفهمك وكيجي معاك انت في الستون ديالك كتبقى معاه دونك سا دوي اتر كوم سا اما ديابوليزي زعما توت ان ميتي باسكو شي واحد يدير بحال هكا لا ساشون كو سي ان ميتي كي كامل ديفيسيل كيما قلت لك حيت تو جير لي بروبليم دي جون سي parmi les métiers les plus difficiles مي كتسري مي كتجيري لي بروبليم دي جون راه واحد الوقيته راه سا فا ديتاندر سور تو حيت كاين منك شي مرضى كيعاودوا لك القصص ديالهم راه كتقول راه ما يمكنش ما يمكنش راه ما يمكنش شي حد عايش في شي وضعيه بحال هكا سورتو لي كونديسيون سوسيال شي لي ميدسان عارفين فريمون المجتمع المغربي باش كيسوى وي حيت كتشوف كتشوف المستوى الثقافي ديال الناس كتشوف المستوى الاجتماعي فينانسي كتشوف الناس كيفاش عايشين كتقول راه ما يمكنش دونك الا بديتي كل مره كدير دي دي دي, دي ساكريفيس راه واحد الوقيته انت كتنقى راسك راه ما بقيتيش عايش وكاين اللي كيولي بحال هكا فريمون وكيمشي في ميدسان سون فرونتيير ويمشي حتى هو حيت الموعد شاف المشاكل ديال الناس كيعطي حياته لدوك الناس ولكن انت عطيتي حياتك لدوك الناس ما بقاش عندك حياه انت يمكن عندك شي ناس مسؤول عليهم انت اللي هي عائلتك اللي ما بقاوش يشوفوك حيت انت ديما مسافر وكتمشي دونك راه واحد ليكواسيون صعيبه بزاف انك تجي زعما تخرج لها شي تخريج بحال هكا سالو تقول لها لي ميدسان ما كيحسوش بالناس وقلبهم قاسح راه يسون بجد فيغ سا او ميم طون الا انت شي حد كيفتح لك وقع شي كومبليكاسيون راه هوزمون بور تو قلبو قاسح وي سي سي وما يتخلعش حيت الا تخلع حيت ولات عندك اون كومبليكاسيون راه يفا با جيري لا كومبليكاسيون دونك كنقول لي ستوديون دو ميديسين اللي كيقراو الميديسين كيقراو بوكو دو ستريس في القرايه كنقول هذاك لو ستريس ديال القرايه في الباركور داخل في لا فورماسيون ديالك خاصك تعلم تخدم سو ستريس سو بريسيون انا حل واحد العين وكنفتح لشي حد وقع شي مشكل شنو غندير نبدا نقفقف ونقول لي صافي راه كاين دي زوبيراسيون كتقول صافي راه بغيت نحبس عييت انا عييت في وسط لوبيراسيون ولكن tu ne peux pas arrêter parce que كتعرفش راه داك الشيء اللي كتفتح ليه راه هو تا كونفي الجسم ديالو العين ديالو ولا شي عضو ديالو وكاين واحد العائله برا كتسناه انك تردوا ليهم احسن من اللي عطاوه لك دونك واحد المسؤوليه اللي هي كبيره دونك باش تجري هذا لو ستريس اصلا ما ساهلش دونك ملي كتلقى واحد الطبيب اللي هو il décide انه il va déshumaniser داك اللي قدامه راه سي peut-être pour le bien داك السيد اللي قدامه شنو خاصك تطلب معاه واحد ديبا فيلوزوفيك دابا نتوما كيعجبكم الحال ملي كيجي شي حد مريض حيت غدير معاه الفلوس هذا السؤال ما خاصوش كاع يتطرح اصلا باسكو هذا السؤال كتطرحوا لاي واحد دابا انت تجيب انا قلت لك جاتني فويت في الدار والماء غرق لي الدار وجبت بلومبينغ قول لي ياك عاجبك الحال دير معايا فلوس دير فلوس على ظهري ياك عاجبك الحال مي سي دي سيرفيس هذا هو لو سيرفيس انك انت عندك ان بوزوان وانا تعلمت كيفاش نريقل المشكل ديالك جوبونس هذا لو كونتكست فين تقدر تكون كتجيب هذه المساله هذه سي في هذوك لي كاسوسيو مساكن اللي ما عندهم حتى سي فري لا انا متفق معك انا في هذه القضيه متفق معك وكنقول ان خاص اي طبيب تكون عنده هاد لابار سوسيال حيت كاين شي ناس اللي ما فحالهمش وخاص كاع لي ميدسان يديروا باسكو الحمد لله زعما ما كاينش شي ميدسان اللي عايش خايب زعما الحمد لله كلشي عايشين الحمد لله مزيان زعما ما كاينش شي واحد غايقول لك رانا في الميزيريه وطبيب دونك خاص ولا بدا واحد لابار ماشي كنقول لك نهار في ماشي نهار في السيمانه ولا جا شي حد ما فحالوش دير بعين الاعتبار انه ما فحالوش عندما انا عندي في السنتر ديالي كل واحد كيخلص على حسب المستوى ديالو كاين ما كيخلص والو اللي عنده الغامض ما كيخلص اللي عند كيربح شويه كيخلص النص واللي كيربح مزيان كيخلص بلان تاريف ما كتعجبش بزاف ديال الناس ولكن انا جو سي بلو لوجيك انا راه كوميونيست شويه لا اتس فير انا راه جو بلو لوان حتى لي زاموند مثلا انا انغريان في غوش حرقت الضو الحمر وواحد بالموتور حرق الضو الحمر بجوج بينا كنخلصو 400 درهم ما يمكنش انا 400 درهم عندي والو هو 400 درهم راه تقريبا نهار الخدمه ماشي حتى نهار كاين عنده يومين الخدمه ولا 3 ايام دونك ما خاصكش تخلص لا كونترافونسيون بنفس الطريقه على حسب المدخول ديالك هذا هو البرينسيپ ديال ليكيتي كونتر ليغاليتي اكزاكتو سي ان ديبا فيلوزوفي كبير حيت كاين اللي ما كيفهمش كيفاش واحد كيشري طوموبيله كدير 2 مليون ديال الدرهم 200 مليون سنتيم بالنسبه ليه 200 مليون حيت 200 مليون ديال السنتيم راه هي 10000 درهم بالنسبه ليك نتايا فهمتي راه كخدم العالم وخاص حتى في طول دومين تطبق هذه القضيه المهم عرفتي الا وصلت للحكم خصنا ما غير الحكم خصنا النيفو انتليكتويال ديال الناس يوصل انهم يفهموا شنو هي ليكيتي وشنو هي ليغاليتي وشنو الفرق ماشي سي غير بور تو دير سكو ما سي تان ميتي اللي شنو خاصك تسنى من الطبيب الا غتسنى من اي اي شي حد اللي غادي يعطيك ان سيرفيس سيرفيس بروفايدر كيما يكون فهمتي غتسنى منه لونيتي
وتسنى منه الافيكاسيتي. مي هي انه ما غاديش يقول يغشك، ما غاديش يقول لك راه عندك شي حاجه ما عندكش باش يدي معك فلوس. لونيتي لونيتي وثاني حاجه الافيكاسيتي، هي ان عندك مشكل ريغلو ليك، هادشي اللي خاص تسنى من الطبيب. اما تقول لي لا هو ما كيحش بالناس ولا جزار ولا كيدير تجاري الفلوس، سي دوفوني دي كوميرسون. اش مال الكوميرس؟ الكوميرس حرام. لي كوميرسون شنو زعما معيار؟ التجاره في البشر، عرفتي؟ عرفتي هاد الجمله تاع التجاره في البشر؟ خاطر انا كنسمع التجاره في البشر، انا كنتفهم هي لي سكلافاج ولا كتبيع وتشري في لي زورغان ولا فوالا. انا الشيء اللي كنفهم دي التجاره في البشر كنفهمها، ولكن بون كاين ناس كيفهموها بطريقه اخرى. مي دوكو بزاف جبتيش السؤال، كان شي باسيون تاتاشيتي ليها ا مومون دوني؟ بزاف بزاف، وجي دي باسيون كي سون لي ماتو سورتو هما اللي كيأثروا فيا بزاف. سورتو ملي كيجي شي حد وكيقول لي ان الوالد ديالو الوالده ديالو اللي انا كنت كنتبعهم انه توفى، شي حاجه اللي صعيب باش تقبلها، حيت شي حد اللي دوزتي معاه وكان عنده مشكل وري قلتيه ليه، وكان عنده مشكل اخر وري قلتيه ليه، ومالغري سا مي سا تو رابيل لا غاليتي د لا في. زعما شنو حنا شنو هي الحقيقه ديال الحياه؟ هي ان راه كل واحد له واحد الحبل هنا، واحد الوقيته كتهز الحبل الفوق وكتمشي، دونك كتفهم شنو لا في فريمون، ولكن ميم طون كتنسى شي شويه. علاش الانسان سميتو انسان من نسيان؟ كتنسى رحمه، كتنسى باسكو الا عشتي في هذا الضغط كوتيديان ديال الموت وديال المرض ديال المشاكل تبقى باسيون داكتم. دونك فورسيمون كتفهم ان داك الطبيب ملي تمشي عند الطبيب، هذه رساله للناس اللي كيسمعونا، لونيتي وليفيكاسيتي، هادشي اللي طلب منه. ما طلب منه انه يكون عنده القلب ولا الرياضه، يكون عنده روح الدعابه، وانه ماشي فورسيمون انتريسون دو بوينت دو براتيك. ولكن ان الطبيب يفسر لك وياخذ وقته باش يفسر لك، هذا سي ان غران ديليم، ماشي غير في المغرب، في العالم كامل. يعني في المغرب بغيت نشوف الطبيب اللي بغيت انا وقت ما بغيت انا، واعطيني الوقت اللي الكافي ونخلص كيف ما بغيت انا بلو بري ديالي انا. صعيب خلطه صعيب، ما يمكنش تبقى هذا الشيء كامل. بغيتي باش الطبيب يعطيك الوقت، غادي يعطي الوقت لكل شيء. الا عطى وقت لكل شيء ما يقدرش ياخذك وقت ما بغيتي. وي غادي يعطيك رونديفو بعد 6 شهور، حيت هو كياخذ الوقت مع الناس. ما غاديش ياخذ، ما غاديش يشوف 60 واحد في النهار، غادي يشوف 15 ولا 20. دونك مين انت غتعيط باش تاخذ التليفون، تاخذ التليفون باش تاخذ رونديفو، يقول لك دابا 3 شهور 6 شهور، تقول له انا عندي مشكل ونتسنى 6 شهور. انت وليت تقتي واحد المشكله غير انت بغيتي واحد كيعطي الوقت، هو كيعطي الوقت ما يشوفش بزاف ديال الناس، ما يشوفش بزاف ديال الناس، غيبعد لي رونديفو. فهمتي؟ بغيتو يكون افيكاس ويفسر ليا ويعطيني الوقت. الا انا عاوتاني ما نشوفش، غندير ان ساكريفيس، ما غنشوفش 50 واحد، غنشوف 20 واحد. نقدر نزيد في الطريفه ديالي، حيت ما غاديش نشوف انا 60، غنعطي الوقت للناس، ماشي بحال الاخر اللي كيعطيك جوج دقائق. تقول لي لا وكيفاش الاخر كياخذ غير 250، انت كطلب 300 مشكل. دونك لو ديليم صعيب. انا في لا سويس، انا نرجعو تاني لا سويس، كتعجبني لا سويس بزاف. داروا لا كونسلتاسيون فرضوا، حيت لي سويس كانوا كيتشكاو ان لي ميدسان باش يعرفوا المغاربه ان ماشي مشكل غير في المغرب، راه في العالم كامل هذا المشكل ديال العلاقه مع الطبيب اللي ما كيعطيش الوقت وما كيفسرش، راه في العالم كامل. قالوا ليه غادي نفرضوا في لا كونسلتاسيون 10 دقائق، وإلا بغيتي فوق 10 دقائق كتفاكتورا بلا مينوت. سي دي سويس، نعطيك 10 دقائق، نعطيك 10 دقائق، هذه اللي رومبورسي باغ لا سيكو، 10 دقائق رومبورسي. فوق 10 دقائق كل دقيقه كتخلص من جيبك. وتما كتشوف لو تاريف ورا المود ديال الضحك. هي ولاو دابا لي ميدسان كياخذوا وقتهم. فوالا حيت كيفسر مع راسه بالكلوب، والمريض زربان جيب لا ليست ديال لي كيسيون خاصو يسرفيهم دغيا باش يسالوهم في 10 دقائق باش ما يخلصش من جيبو. دونك راه ليكواسيون صعيبه، المعادله فريمون 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 صعيبه. دونك كترجع في الاخر انه مشيتي عند الطبيب شنو خاصك تسنى منه؟ هي اول حاجه لونيتي، ثاني حاجه ليفيكاسيتي، هي ان المشكل ديالك يريكلو ليك وما يكذبش عليك باش ما يزيدش عليك شي حاجه انت ما محتاجهاش. سي سورتو سا. اما تبقى الاخرين بور موا غير تفاهه، زعما سي ان فو ديبا. Justement, parlons de vrais débats. Ben Zbalik, tu as fait un. Il est génial. Je vais te dire philosophique, mais je vais te dire que je vais te dire. Je vais te dire que je vais te dire que je vais te dire que le système. Système ou le système? Système, comme le système. Le système, peut-être. La formation.
اول حاجه لا فورماسيون جو تروف ك ناقصه بزاف باسكو كاين هذا غير لو فولي دو كومونيكاسيون اللي ناقص بزاف اللي ميسا ما كنعرفوش نكومونيكيو نهائيا اغلبيه ما كيعرفوش الا كتلقى شي حد اللي عنده واحد الموهبه شخصيه ولا مشى هو قرا كومونيكي ستادير البيزيكس ولا شنو بيان سور تعرف غير تعبر باش انا عندنا مشكل في لا فورماسيون لا فورماسيون من غير لو فوي دو كومونيكاسيون هي شوف غير اللغه باش كنتعلموا يعني غادي نقرا بالعربيه الفصحى حتى الباك غندخل لافاك دو ميديسين غيقروني من الفرونسي غنتعلم الميديسين بالفرونسي من بعد نمشي نهضر مع الناس بالدارجه كي غادي ندير دونك كتلقى شي طبيب كل واحد كيحاول يفسر بواحد لي ميتافور فهمتي عندك واحد الحبوبه ذكر ماشي انت هذه هي ماشي شنو تذكروا انت هي مالان وبينا ذكر هو بينا وانت هي مالان علاش انت هي مالان حيت كتولد كدير دي ميتاستاز دونك فهمتي لي ميتافور وكل واحد والابتكارات ديالو كاين اللي كيقول لي راه مات ليك العرق ديال الشوف واحد كيقول لي لا مات ليك العصب ديال الشوف كيقول دابا العرق ولا العصب حيت كل واحد كيحاول يقاتل فهمتي علاش حيت ما كاينش واحد لونيفورميزاسيون ديال لا لونغ ما تعلمناش بديك اللغه اللي كنكومونيكيو بها مع الشعب المغربي وهذا مشكل ماشي غير في الميديسين يعني شنو هي اللغه ديال المغرب يا الدارجه ولا الفرنسي لا لا سكيزوفرينيا لانغويستيكاتنا في المغرب وي كاين سي العروي فهاد العروي كتب واحد الكتاب زوين سميتو جو بونس لو ديليم لانغويستيك ماروكان كي بارل دو سا بأين اللغه غادي نهضروا كاين لغات الخشب هي اللغه العربيه الفصحى معليش كيهضروا السياسيين ما كيبغي ما تفهمش باش ما تفهمش كيهضر العربيه الفصحى باش يسالينا ادماج الفئات الهشه والتحسيس صافي ومين كتبغي الفولورز والمتابعين كتهضر بالدارجه غير انا نهضر معاهم لا انت خارج انت البلان ماركتينغ ديالك زيرو نهضر بحالي انا كنهضر بالدارجه في لي ريزو سوسيو وكاتب كتاب فرونسي زعما شكون هذه قرايه الكتاب فرونسي وانا كنهضر بالدارجه انا زيرو 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 حنا ماركتينغ زيرو لا انا ساعشو دونك شنو هي الاولى هي لا فورماسيون هي اول حاجه لا لونغ ولا سيدي حنا غنتعلموا الفرنسويه نتعلموا الميديسين الفرنسويه ولا بالانجليزيه في لافنيير ولا اللي كان هي يكون واحد لو فولي ديال الدارجه يعني نتفقوا حنا كنا مي كنا في الايتوديون في الميديسين خرجنا واحد لو بوتي ديكسيونير ديال لي تيرم ميديكو بالدارجه بالدارجه لي ستوديون كنا كنفرقوهم عليهم باش يعرف كيفاش يهضر مع مريض يفسر ليه دوك لي تيرم اللي تعلموا هما بالفرنسوي يتعلموا ليه بداش كاين شي خاص يولي ستاندارديز يكون اكاديميك اكاديميك اوبليجي باش كلشي يكون عنده نفس الهضره اما كيجي عندك واحد المريض كيعاود لك واحد القصه ما كتفهمهاش انت مشى عند واحد الطبيب وقال لي راه العرق ديال العين ديالك تبوشه العرق ديال العين تبوش اين واحد واش اللي اللي بين العين كيدوز حدا النيف هو اللي قال لي كان شي هو اللي قال لي ما تعرفش واش هو اللي قال لي هذا الشيء ولا هو هذا الشيء اللي فهم من داك الشيء اللي قال ليه الاخر وكيفاش الاخر حاول يوصل ليه كتلقى راسك في واحد لابيرانت لانغويستيك واه مي انتر ميدسان بوفي كومونيكي ولكن تشوف كوني كون فرونسي اون فرونسي بيان سور ولكن المريض اللي هو لو برومي كونسيرني اللي ما فاهمش شنو عنده لا لا هذا لو كا ديال الشباب اللي كيمشي وكيفتح وما عارفش علاش فتح ما عارفش بالضبط شنو دار لي عارف منا في الوجه وصافي فهمتي راه مشكله دونك ان لا فورماسيون ديجا بدا نتفقوا على اللغه هي لانديكاب ديال اللغه اللي هو واحد كيعرقل بزاف لا كومونيكاسيون اللغه كاين بزاف ديال الناس ما كيفسروش حيت كي واحد انا كنقولها لهم في المغرب كاين شحال من واحد مات في المغرب قتلو غير الفرنسي الفرنسي اللي قتلو حيت ما فهمش كيهضر معاه غير بالفرنسي ومات ما فهمش كاع شنو عنده قتلو الفرنسي حيت الاطباء كيهضروا معاه بالفرنسي عندك لا بانكرياتيت سوبيغو كروست انتستينال شنو هي انا مؤخرا يومين مشيت عند غاسترو كيشرح ليا قلت ليه غير تيقول شي تيرم تكنيك قول لها فاك شنو هي ما خليك شنو هي ايوا هذا هو المشكل فهمتي دونك لي ميدسان نو سون با فورمي دو بوان دو فيو كومونيكاسيون هو تعلم دوك لي مو تعلمهم وراه عارفهم شنو هما كاين كلش غادي يوصلهم لشي حد اللي ماشي من الدومين ديالو هذه راه قرايه تقدر تقرا كيفاش توصلوا و سي اون اونيفورميز لو ديسكور ميديكال بالدارجه كلشي غادي يولي ساهل باش كتعلم غير في لا سبيسياليتي ديالك ماشي شي حاجه اللي هي كبيره وكيولي لو ديسكور ايدنتيك فيما مشيتي دونك حتى المريض كيرتاح ماشي كيسمع جوج الحوايج اللي بوغ لوي راه هما كونتراديكتور لا كوما بغاو يقولوا نفس الحاجه نفس الحاجه واحد قالوها بالعربيه قالوها بواحد الطريقه اللي كل واحد دار فيها واحد الاجتهاد شخصي دونك لا فورماسيون ديجا لانغويستيك دو لا كومونيكاسيون 3 ليتيك
ليتيك ولا ديونتولوجي تفهم شنو الدور ديالك في الحياه. يعني كاين دي ميدسان كيسحبوا راهما منافسين ديال لي زوليغارك, يعني حتى هو خاصو يولي حتى هو بحال هذوك الرجال الاعمال. دونك خويا راه لوفي الاخر راه ماشي نتايا فهمتي. دونك خاص تفهم الدور ديالك في الحياه بصح شنو هو, ماشي ضرب مع هذوك راه حتى علاقه. وفي لا فورماسيون توجور لا فورماسيون كونتينيو, هي انك في المغرب كتخرج تاخذ الدبلوم ديالك على 30 31 عام سي تو في ان باركور سان فوت, من بعد تو بو اكزيرسي لا ميديسين الى ما لا نهايه, وتحد ما عرف واش انت اجور ولا ماشي اجور. دابا انا طبيب عندي 75 عام تخرجت من كان 30 عام, نقدر نداوي الناس بالطريقه اللي تعلمت هذه 40 عام. وهذا خطر كبير خطر كبير. يعني ان مثلا في الدول بحال بيرمي دو كوندوير انت عندك رخصه ديال السياق خاصك تجددها. نعاود نشوفك واش كتشوف مزيان, واش تقطعت لك رجل الله يحفظ ولا شي حاجه, ولا عندك ان هانديكاب فيزيك غنبدلوا لك داك الرخصه ديال السياره ديالك, رخصه السياقه. دونك خاصها لو بيرمي ديكزيرسي. يعني انا كنعطيك لو ديبلوم ديالك ولكن خاصك تجددو بين فورماسيون كونتينيو. في كاع الدول اللي كتحترم راسها كتقول لك اسدي عندك واحد مثلا عندك خاصك تجمع ليا كل عام 50 نقطه وكنديروا دي زيفنت, عندك واحد الكونغري ناسيونال الا حضرتي ليه باش تجدد المعلومات ديالك ولي ميتر اجور عندك 10 النقاط. درتي واحد ديبلوم هنايا في التخ ايبر سبيسياليز عندك 5 النقاط, هذا فيه 15, هذا فيه كتجمع ليا لي بوين باش كنعرفك انك انت ديما تو تومي اجور. دونك لا فورماسيون كونتينيو من بعد لو ديبلوم, ماشي عطيه الديبلوم وعطيه خليها تسرح. واش كاين بلوكاج دو لا بار دي ميدسان ما باغينش هادشي ولا كيسكي امباش كو تحد ما اقترحها تحد ما اقترحها تحد ما فرضها. دونك انا ملي كنلقى راسي في الكابينه وخدام بخير الناس كيجيو عندي كل نهار نبقى نحبس سيمانه كل 6 شهور باش نمشي ندير اون فورماسيون كونتينيو. سي تامون كا غاني بور مو وكنحسن انا داكشي اللي كندير راه مزيان, حتى ما عرفتش داكشي راه تبدل مابقاش بنفس الطريقه. دونك خطا كبير. دونك لا فورماسيون كونتينيو. دونك جو بونس هاد لو فولي ديال لا فورماسيون مهم 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 بزاف. دوزيام فولي لو فولي جوريديك, هي ان مازال في المغرب لي ميديسان او دسو دو لا لوا. او دسو دو لا لوا من ناحيه ما كاينش اون لوا كي جير فريمون لي انسيدون ميديكو. عندنا حنا شي سميتها خطا طبي, ولكن خطا طبي راه سان فو ريان دير. مي كتمشي دون لا دون الميديكو ليغال فرنسا راه عندك لا فوت ميديكال l'erreur médicale, la complication, هادو سي دي زاليا ديال لا شيرورجي اللي ماشي هو خطا طبي ان الطبيب غلط par manque de connaissance ولا تلاح شي حاجه ما كيعرفش يديرها. اون فوت سا بو اريفي اون ايرور اون ايرور نو شنو الفرق بور لي زوديتور ديالنا. واش كنقول لك دابا tu peux faire une erreur دابا qu'est-ce qui est punissable par la loi. لا شنو الفرق بين فوت و ايرور. فوالا l'erreur elle peut arriver à tout le monde. انا خدام كنفتح زلقات لي يدي وقصت شي حاجه خا ما كانش خاصني نقيسها. اوكي سي اون ايرور درتها انا كنتحمل مسؤوليتها. اوكي سو ني با اون فوت, ماشي حتى انا ما معلمش ندير, ماشي درت واحد العمليه عمري ما درتها ولكن وقعت في ليغور. ليغور ني با جوديسيرمون بورسيفابل باغ كونتخ لا فوت سي انا فرط في التكوين ديالي ما عرفتش شي حاجه ولا عطيت واحد الدواء وانا ما عارفوش داك الدواء واش فعال ولا ما فعالش, واش كتعطى في هذيك ولا ما كتعطاش. انا ما قريتش سي اون فوت, انا جو سوي ريسبونسابل جوريديكمون بارلو, ولكن انا جو كومي اون ايرور كي هي ليغور ايت هومان كيما كنقولوا باغ فوا سي لوغور كي هومان. هذه لي با جوديسيير و اون كومبليكاسيون تقدر توقع في اون اوبيراسيون اللي ماشي اون ايرور ديال الطبيب ولكن اون كومبليكاسيون كتوقع في وسط العمليه. ان اكزومبل انا كنفتح اوسي دار ليا ان بيك ديبرتونسيون, دار ليا طونسيون طلعها ليا للسما والعين محلوله وخرج ليا لو كونتوني ديال العين على برا. سي با اون ايرور دو مابا, سي با اون فوت دو مابا, ولكن السيد وقعت ليه ان بيك ديال لا طونسيون اللي خلى لوبيراسيون ما داش كيف ما حنا كنا كنتوقعوا. دونك هاد لي نيونس ما كاينش في القانون المغربي. داكور دونك القانون المغربي ناقص بزاف دو بوين دو فيو دو بوين دو فيو ميديكو ليغال. دونك سكي سباس راه غير نتاطون لي غار زافير اللي كيوصلوا للمحكمه لو ميسا كيمشي فيها خاصو يمشي فيها باش كتشري لا بي سوسيال. يا خاص مره مره شي ميدسان يتعاقب وشي عقاب خايب باش يديروا العبره للميدسان الاخرين. لا ماشي من باسا, ماشي
باش دوك الناس ما ينوضش فيهم لا غير سيفي باش نوضش شي مشكل يجهلوا حيت ديجا ليماج ديال الطبيب في المغرب خايبه بزاف سي نزيد ديك الفسايله دار الى اون بلوس كيربح القضايا في قدام المحكمه راه مشكل وكتناقش شي قاضي عاوتاني ما عنده شي قصه مع شي طبيب مع كيجي ليه شي طبيب كينزل عليه ولكن انا كنقولها المسؤول الاول على لا ريبوتاسيون الخايبه ديال لي ميدسان في المغرب هو الميدسان المغربي سي نوت فوت انو حنا هما المسؤولين على لا ريبوتاسيون ديالنا سي سور باسكو اون نو كومونيك با كومونيك مال بزاف ديال لي ميدسان كيتعاملوا خايب مع المرضى بزاف باش نكونوا واقعيين باش نقولوا الحقيقه كيف ما هي كيتعاملوا خايب انا مثلا ما كنعطيش الوقت باش نفسر للناس ولكن من شي حد يطرح لي سؤال خاصني نجاوب عليه الا ما طرحش واخا ولكن طرح ها هو سولك ما يمكنش ما تجاوبوش راه مخلصك شي واخا شي مرات شي وحدين كينسى واحد كيقول لي راه الطبيب كيغوت عليا كيفاش كيغوت عليك واش هذا باباك ماماك شكون هو المعلم الاستاذ كيغوت عليا كيفاش تغوت عليه راك شوف كنقول لك سي لا فورماسيون سي لا فورماسيون خاصك الطبيب البلاصه الحقيقيه راك انت واحد السيد عنده مشكل وجا مخلصك باش تقاد ليه المشكل ديالو باش تغوت عليه ولا دير ليه لا تو لو في لوسون ولا ماشي مسؤوليتك انا كنسول حاجه واش كدير الريجيم كديرش الريجيم كنفسر لك الريجيم كنمشي نقول لك لا وخاصك ولا ما درتيش بصح تجي عندي اخويا حر زعما ماجيش دير انا المهمه ديالي خاصني نديرها وديك الوقت اللي بيني وبينك دوز في احسن ما يرى باش انت تخرج وانت فرحان باسكو انا المهمه ديال الطب بالنسبه لي انني شي حد اللي غراس ا موا سون كوتيديان ميور يعني كيخرج من عندي احسن من اللي جا واخا حتى بسيكمون هذا هو الغول ديالي وهادشي باش كنحس براسي انا مزيان في الاخر ديال النهار كنلقى ان غراس ا موا دابا كل نهار 20 واحد ولا 20 30 واحد باش نقول شحال يجي عندي الفيسك عشرة الناس اجوج كتاخذ خصك انت غراس ا موا سو سونت ميو هذا هو اللي كيجينا انا لوبجيكتيف زعما اللي كنحس براسي عندي واحد القيمه مضافه Donc le volet juridique, je pense que c'est important de le développer dans le Maghreb. Ou le volet formation. Si on fait les deux trucs, je pense qu'on peut beaucoup améliorer le service médical dans le Maghreb. D'abord, il y a une autre phrase, mais c'est les mythes. Qui fait le monde de la médecine, ou surtout l'ophtalmologie, qui a beaucoup de limites dans les mythes. Il y a un réel, les mythes, et les mythes, ou je ne sais pas, واش ميت ديفينيسيون ميت سي كو تي سي با سي سي فري او فو اشهرهم هو الجزر مزيان للبصر فري او فو البيتا كاروتين حيت دي فيتامين ماشي غير الجزر بوحدو راه كاع لي ميكرو نوتريمون راه مزيانين للعين ولكن سي فري ك البيتا كاروتين داخله في لو ديفلوبمون ناتوريل ديال لي سيلول د لا فيزيون دونك سي اون بارتي فري Donc, je nomme les autres aliments en général. Kamelin, tous les légumes, tous les micronutriments, toutes les vitamines sont bonnes. Mais chérie, l'ain. L'ain qui est à la nefs, le kawin qui est à la jamais, le khalaya du jisme. Donc, la micronutrition, les micronutriments, les vitamines, les kawin, les légumes ou les fruits, c'est un peu plus important. C'est-à-dire qu'il y a à manger 3-5 fruits et légumes par jour. C'est un mythe. C'est vraiment vrai, c'est vraiment indispensable. دونك دابا بالنسبه لك نتايا اي انسان الا باغي فريمون يكون مهلي فهاد لا ماشين اللي هي لو كوبري مارس ضروري ياخذ 5 فري 5 ليغوم باغ بحال الطوموبيل ماشي زعما هذيك 5 زعما سي تان شيفر ماشي اربيتريغ ولكن سي جوست ما كونساي لانك انت تكون عندك ان اليمونطاسيون كي اكيليبري سي انديسبونسابل بحال الطوموبيل خاص تعرف شنو كدير فيها الماكله ديالك راه هو الكاربورون ديالك كاين دي كالوري فيد كيصلحوا لوالو كتاكلهم كتسحب راه كتاكل انت راه ما اوكين فالور نوتريتيف بيان سور اوكين فالور نوتريتيف مي هادشي داخل في ديك الثقافه الطبيه اللي كنت قلت لك في الاول مهمه بزاف حنا راه ما كنفهموش شنو هي الماكله كتلقى شي حد مريض بالسكر وما فاهمش شنو هي لا نوتريسيون كي انا كندير ريجيم شنو كدير ما كنحطش السكر في قهوه اتاي هذا هو الريجيم والخبز لا كناكل الخبز الرز هي معلوم بطاطا وي وي سبعه في النهار Les sucres naturels. Ah, naturels. Les fruits. Scorch, scorch. Bananas. 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 Bananas.
كتنقى ان ايتها الناس عنده واحد ثقافه غذائيه، كلشي فاهم شنو كياكل، كيعرف شنو هما لي ماكرونوتريمون، شنو هما لي غلوسيد، شنو هما لي بروتيين، شنو هما لي ليبيد، كيعرفش كياكل، كيصوب واحد لاسيت اكيليبري. فاش انا انا طبيب وغادي كنقرا في فرنسا وكنحط لهم واحد لي زاسيت ما كيفهموا فيهم والو، كيقولوش انت راه تاكل هادشي كمان لا لا كيك، ولكن هنا راه تشرب بوكو دو غلوسيد بارابور او بروتي. كيقول المشكل ما في بالكش ندير شنو هو المشكل، باسكو لا نوتريسيون تي لا سي با اون سبيسياليتي ميديكال، ما كنعلم ما كيقريوهاش لينا. سي دي نوتريسيونيست خدمتهم لي لي زوندوكرينو لي نوتريسيونيست، او شي حد اللي كيدير زعما ان ايفور بحال انا مو جيم بوكو لو سبور دونك جي ان اكتيفيتي سبورتيف، واحد الوقت خاصك تفهم شنو كتاكل. سينو ما تيفوليش في بالك، تي نبي با ايفولوي سي تي نفي با شنو الكارب شنو. ولكن على على برا كتلقى ان هذه ثقافه عند كلشي، حنا ما كاينش عارف لي دام فهمتي كوليسترول 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 واش طاغ لما طالعش نغنميش حاجه بحال هكا، ولكن ثقافه غذائيه فريمون باش تعرف شنو حاجه اللي مفيده ليك شحال مفيده ليك كاينش. وهذا الدور ديالنا حنا الصراحه كما قلتي سي دي زيميسيون، علاش ما كاينش هادشي في التلفازه، علاش ما كاينش هادشي في الراديو، خاصو يكون اوبليجي. لا بارلون دو كيلكان اللي كنسمعوا انا بزاف انا بيرسونيلمون في الراديو اللي هو الدكتور الفايد، ان سيس دو دير دي بوكو دو شوز، مي فاش كنسمع انا ماما مثلا ناخذ اكزومبل ديال ماما كتستنط ليه بزاف مي ناريف با ابليكي سكيل دي. بوركو؟ باسكو كيما قلتي قبيله الطريقه افيك لاكيل يل بريزونت هذاك الشيء لو بروغرام ديالو الي اكستريم، ماشي مهم الي اكستريم، كتحس بانك ما غتبقاش عايش. شوفوا يقول لك تقطع هذه وهذه 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 وغاترومبلاسيها بهذه وهذه 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 و دون لا جلوباليتي اسمي والدي تو نازي نقولوها بحال هكا سي دو نازيسم نوتريسيونال تقول ودابا شنو انا. لا واحد كاين شي كاين شي ناس اللي كيكونوا شطوم متخصصين بزاف في الدومين ديالهم. سي صح، ملي كتكون متخصص بزاف في الدومين ديالك كتكون عندك واحد لا ريجيديتي وكتنسى ان مثلا الماكله راه ما كتاكلش غير باش تعيش، سي ان بليزير سي ان بليزير سي سا تاك دوبامين دونك سا بيان سور سي سوسيال، كاين ان كوتي سوسيال اللي كتلاقى صحابك كتجلسوا ولا عائلتك وكتاكلوا، ما كتقول لهم لا انا عافاك اليوم كليت الكربوهيدرات ديالي كاملين ساليتهم في الغدا دونك ما يمكنش نتعشى معكم اليوم، فهمتي راه كتخسر من غير كتخسر كاع كاع لومبيونس اللي انت اللي انت فيها. دونك خاص ان بو دو سوبليس سي سور، ما كاينش شي واحد لي بارفي، ما طلبش لشي حد انه يكون دونك اباغي سي سي كلكان كي سبورتيف بروفيسيونيل وديك المهنه ديالو، دونك خاصو يحضيه بحال انا كنخدم الخدمه ديالي بديك الطريقه، راه هو الماكله ديالو داخله في الخدمه ديالو هذاك وي. ولكن حنا خويا زعما راه واحد يحضي يفهم انه كاين دوك لي زيكسي مره مره ماشي مشكل ويكون بونسي، عارف كيفاش يبي كومبونسي، يتمشى يجري يدير شي رياضه يصوم الغد لي بور كومبونسي. في اطار هاد ليميت دابا واش ناكل اللي كليت الا حرقتو اتس فاين، باش نكونو زعما ليكواسيون سهله، ليكواسيون هي شحال الجسم ديالك محتاج باش يعيش، ميتابوليزم دو باز دونك كيحرق واحد السعرات حراريه كالوريز لي كالوريز، شحال انت كتدخل ليه دخلتي ليه قد شنو هو محتاج قد شنو هو كيحرق راك انت ستاب، دخلتي ليه اكثر من شنو هو محتاج اللي كيحرق هو كيستوكي وكيستوكي الشحمه الفات الغا، هو الطريقه اللي كينقاو باش يستوكي لينيرجي. دابا راه سي كو دلينيرجي، حنا محتاجين الطاقه، كلشي داير على الطاقه، كلشي داير على الطاقه، احسن طريقه باش يستوكي لينيرجي هي الفات دونك يستوكيها فات، اعطيتيه قل من شنو هو كيحرق كيمشي يقلب في الفات في لي ريزيرف ديالو باش يحرق منها يعطيك الطاقه، وانت كتضعف. دونك ليكواسيون هي هذه وي، شحال كتدخل شحال كتحرق وي. دونك عندك دو شوا، يا اما بغيتي انت تضعف مثلا، يا اما تعرف شحال خاصك باش شحال لورغانيزم ديالك كيحرق في النهار تعطيه قل. كومون تو بي سافوار لو بارامتر بيان دو باز tu peux كاين دي زيكواسيون tu calcules un peu grossière le poids la taille ديالك كاري وكتعرف شحال الميتابوليزم ديالك تقريبا لو بوا في لا تاي او كاري ولا كتمشي ولا كتمشي عند عند لاندوكرينو عندهم واحد جو بونس لامبيدونس ميتري واحد لي زاباري كيعرف شحال البورسانتاج ديالك ديال الميوسك شحال عندك ديال الفات. وي 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 كاينين في دي سال افونسي هذوك لي ماشين اللي كتوقف فوق منهم ياك هما هذوك و ان فونكسيون د لاج ديالك و لاكتيفيتي كيعطيك اون استيماسيون ديال الميتابوليزم دو باز ديالك. دابا مثلا انا سيدي فيا 65 كيلو متر 70
شنو هي لا فورمول اللي قلتي ليا؟ ما حافظه جاي ان بو كومبليكي. اه ماشي هذيك او كاري اللي قلتي؟ لا شي حاجه او كاري وكتضربها في لاج. اه دونك خصني نقلب عليها. لي زوندوكرينو كيديروا هاد اللعيبه هادي وكيشوفوا ا ببري الميتابوليزم ديالك دو باز. غتاكل قد الميتابوليزم ديالك دو باز اللي انت كتحرق غتبقى ستاب. وتفاصيل تديرها انت لراسك غتبقى تحسب شحال كتاكل. ياك؟ وتشوف واش انت كتضعف بداكشي اللي كتاكل ولا كتغلط. الا كنتي كتضعف راك انت كتاكل هذاكشي اللي حسبتيه قل من الميتابوليزم ديالك، الا لقيتي راسك كتغلط راه انت اكثر من الميتابوليزم دو باز ديالك. غير بوحدك افيك لو طون تقدر توصل لذاك الميتابوليزم دو باز ديالك غتبقى فيه لا ستابيليتي. ملي كتاكل واحد ولكن خاصك تحسب. هذه هي المشكل. كومون تو بو تراكي جوستومون؟ كاش تحسب شنو كتاكل؟ واي مثلا مثلا كنديرها واحد الوقيته شو دي زابليكاسيون. اه سنة قال لي زاليمون قال لي زاليمون كيقول لك هذاك الاليمون شحال فيه من كيلو كالوري وكتحسب الغرامات خاص تبقى توزن. عندي الميزان وعندي بديت يا الحماق بديت وانا في كونفينمون مزيان ولكن تو بو با تونيغ لونتون. وا مشكله حبست وعاود دابا رجعت دابا انا دابا راني في دابا كتعاود تحسب في لا ريبريز مزيان. داير لابليكاسيون واش باقا عندي؟ مي داير داير واحد لابليكاسيون ولكن المشكل ديال هاد لابليكاسيون اللي عندي سي كو كتعطيك داكشي غوسي افكتيفمون لان مصايب الميريكان كتسكاني لي كود بار ديال لي برودوي تو فوا تا با توجور لي ميم زيكيفالون. ماشي ما كايناش في المغرب سينو جوجل. كنبقى نقول مثلا الناصيات ديال الروز شحال فيها من كالوري صافي سولو غادي يعطيك هو كاع لي كاع لي ديتاي ولكن سي كاميم غوسي سي ابروكسيماتيف سي با فريمون بريسي و تو نا با اتر تري بريسي. اه سي سا لو تروك ما عندكش انك تكون فريمون بريسي المهم بغيتي تضعف خاص تكون اون ديفيسيت كالوريك سي تو. Si tu es en déficit calorique, tu vas faire des dents. Tu vas en excès calorique. Donc, c'est soit tu vas te faire des dents, 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 tu vas te faire des dents. Donc, tu vas faire une activité physique. Mais avant, la question que tu as dit, c'est que maintenant, on va laisser l'équation calorique dans le bain. Mais, مثلا, واش بحال إلا كليت تاكوس ومشيت حرقته كامل بحال الا كليت لاسييت اكيليبري ومشيت حرقتها كامل سي دي بون لا فالور كالوريك ديال ديك لاسييت اكيليبري اللي كليت. وي وي فرضك سي لا ميم شوز كاين دابا هو قلت لك ليكواسيون هي هذه اه من غير لي كالوري هي شحال حرقتي كاين دي كالوري فيد كيصلحوا لوالو وصعيب باش تحرقهم هما اللي تيستوكاو هنا جيما وكاين فوالا وكاين كاين دو فوا صراحه كاين اللي كيقول لك خاص تقاد لي ماكرو نوتريمون ديالك الا كنتي في لي ماكرو مقادين تاكل الطاكوس بحال تاكل الشلاضه طالما عندها لا ميم فالور كالوريك وكاين اللي كيقول لك لا لي كالوري نو سوفال با واخا نفس العدد الكالوري كاين دي كالوري كي سون فيد ما هي كتضيع فيهم الوقت ديالك وكيتستوكاو بلو فاسيلمون. صحاب الدوباج عزيز عليهم هذيك ديال لي ماكرو نوتريمون مقادين باسكو الدوباج كيخسر لك كاع هاد لي زيكواسيون مي كدوبي ما بقاوش لي زيكواسيون كيطبقوا عليك. اوكي دونك صحاب الدوباج كيكونوا لي بغاو وكيقول لك لا انا حيت كنحسب لي ماكرو نوتريمون علاش ما كنغلطش الوغ كون فيت هو ما كيغلطش حيت كيدوبي ماشي حيت كياكل بديك الطريقه. ربط الدوباج سا 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 كومون سا مارش سا ريدوي لي دي كالوري ولا كيفاش تسوي؟ تو دوب باغ اكزومبل لا تيستوستيرون تيستوستيرون غادي تكبر لك الميوسك وغتحرق لك الكغا من راسها هي ما دير انت والو والو ما درت لا لا حماق كده. Ça dépend, c'est tout un programme. Mais c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est en gros comme ça. C'est pour ça que quand on a des gens, il y a un bodybuilder, pour qu'il leur dise qu'il y a un كيكون غير ماكدو كيضرب شي 20 ماكدو في النهار كيكون غير ماكدو ومطراسي وناشف كنقول لهم هادشي راه ماشي بالماكله راه هادشي راه بالدقان بالحباري انا غير نفور افيك 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 لا نوتريسيون كون تو دوب سي ماجيك tu sors des بحال quand tu fais un miracle هكا تقسم البحر على جوج tu sors des règles de nutrition اللي انت كتعرف mais une fois tu l'arrêtes la chute وي ولكن دابا داكشي شحال هادي دابا الناس ولاو تطوروا بزاف حتى هادشي الدوباج بيان سور الدوباج ديما عنده اون لونغور دافونس surtout parce que tous les professionnels du sport les bons sont tous dopés c'est vrai forcément وجا كسحاب زعما هادوك طبيعيين تنقول مثلا رونالدو كدا تياكل مزيان تيتريني مزيان عنده 40 عام وكيجري بديك الطريقة عنده 40 عام كيجري بديك الطريقة وما كاينش بزاف الناس اللي عنده 40 عام كيجري بحالو دونك بوتيتر كيلا كيكشوز دو جينيتيك
génétique ou la dedication. Ben, je suis convaincu que tous les champions olympiques ou d'actifs sont tous dopés ou d'actifs معروف ou مسكوتلي volontairement parce que c'est ça le capital, c'est ça l'argent. Ça fait du cash. Ben ça va être خلص بيه باش تفرج في الالعاب الاولمبيه تشوف فينا كنجري 100 متر في 20 سكوند في 20 ثانيه وكان ولا غادي تخلص باش تشوف يوسين بولت كيجري هو ضحك اكزاكتو ديز ذات ديال كاو كيجريها في 9 سكوند كتقول واو انت كتمشي تجريها كتضربها في 20 سكوند كتقول كيفاش هذا دارها يمكن راه كيسبق يسبق كلب سون بروبليم دونك هادوك لي كاباسيتي لي بيرفورمانس سون سور هومان. C'est vrai. Sont surhumaines. Mmh. C'est sûr que c'est sont surhumaines. Avec tout l'entraînement naturel que tu peux faire. Okay, qui me clique, le dopage a toujours une longueur d'avance sur l'antidopage, sur les tests de dopage. Toujours. Avec ce que ça suffit une substance, je dis donc de la dopage. Pas les antivirus et les virus. Bien sûr, ouais. Donc, ça, quand, au tout début, les canaux qui gèrent, les canaux qui gèrent le marathon, quand je veux dire que c'est un peu comme ça, quand on a une les conditions, ça, c'est pour ça qu'ils gèrent longtemps. القوام كي دوبو بالاريتروبويتين الاريتروبويتين كتزيد في لو نومبر دو غلوبول روج اللي عندك والكريات الحمراء هما اللي كيهزوا الاكسجين كتولي عنده اوكسيداسيون بلس دونك يبقى بالسفل بلو لونطون وعاد حيدوا الاريتروبويتين من لا ليست ديال دخلوها في لا ليست ديال الدوباج واخا كافون ما كانش دونك ديما كاين دي سوبستانس انت ما كيتخايلهمش راه نلقاو دي جوغ دي شيك كي دوباو لي سيكليست داك لو غران سكوندال بيان سور كتكون تاع سيكليست او تي بيدالي مع شحال من ساعه وما تيوقع عليه والو بيان سور لا كرامب لا كلاكاج حاجه وكونسونتري ولا فيتيس انا كندير ساعتين في بيكالا كونتينيو الماكسيموم ديالي في حياتي كامل ولكن ما كنبقاش نحس برجلي من بعد شتي لي بروفيسيونيل لي بروفيسيونيل ديال بحال الفوت مثلا انت كتشوف الفوت ناتشورال هو البطوله البرو المغربي داك هو ناتشورال اما اوروبا اما اوروبا خويا راه سي ان اوتر نيفو فورسيمون سي سور هومان ما سي دي كاباسيتي سي بيان الفراجه سبيكتاكل فلوس ولكن الفلوس خاص شي حاجه لي سور هومان فهمتي بحال لي غراديتور شادي كتدخلوا كيداير الضرب مع سباع ولا شي حاجه بحال هكا شي حاجه اللي ما كديرهاش انت اما ناتشورال ناتشورال هو وحده سي با دو سبيكتاكل سي با pas pour voyeur de fond. ولكن c'est clair que pour avoir ce genre de surtout شي حد اللي كتنقى عنده واحد الشيب محافظ عليه العام كامل امبوسيبل ناتوريل راه طالع هابط باسكو المغال طالع هابط ما كتبقاش في واحد الديت مقاده خا زعما تكون بروفيسيونيل شوف مثلا لي زاكتور وي شوف لي زاكتور اللي ما كيدير شي فيلم كيبان لك مقلدم واحد الفورمه مناج 3 شهور من بعد 4 شهور كتلقاه خارج بالكرش فوق واحد اليوت كيضحكوا عليه ولكن هذا هو الشيء اللي كاين ما يمكنش تبقى تمانتوني هذا الشيء العام كامل شي واحد كي مانتوني شي حاجه بحال كامل راه كاين شي حاجه اللي هي او دولا دو ناتوريل كي لو بيرمي دو ريستي في هاد لي في هاد لي بيرفورمانس داكور دونك داك الشيء ديال هارد ورك ايت ويل ديديكيشن شو ماست جو اون تو سامبل انت عندك الليفل ديالك اللي خاص تبقى فيه ناتوريل باسكو انت ما عندكش اون كومبيتيسيون ماشي ريسكي انك دير الدوباج وتصدق الله يحفظ في دي بروبليم دو سونتي باغ لا سويت هو سي ان ريسك كي بران بحال اللي كيسوق الفورمولا 1 عارف فريق يدخل في حيط ويموت دونك لا فيتيس راه خايبه واحد الفورمولا 1 كيمشي ب 300 كيلومتر في الساعه كنفهموا سي ان ريسك كي داخل في المهنه ديالو انت تمشي ب 300 كيلومتر في الساعه هنايا راك تفرق عليا الرويض راك حمق سي ان ريسك اللي خديتيه كي ني با فريمون كالكولي وكي ني با نيسيسير هو سي ان ريسك كي نيسيسير دوباج داخل عنده في لا كارير ديالو باسكو هو خاصو يدير الشو وحتى اللي كتلقاهم ناتوريل زعما ما كيدوباش بحال ميسي راه الدوبا هو صغير كان كيضرب الجي اش جروث هرمون اللي كان صغير يا جروث هرمون عرفتي شنو جروث هرمون شي العظم كيدير راه ما كيطيحش ميسي كيتاكلي وكيبقى واقف راه صحيح هذوك العظم قصاح بيان سور راه الجروث هرمون تما راه شتي كيفاش واقف راه الشجره دونك دوباج خدا من الصغار اسيدي هنايا هزار كنسلم عليها سي اون بيرسون هي اللي كتصايب لي روبريك ديال الشركة وكذا انا جو في كو لانيماسيون لو في كونتر هنا الاسئلة لا الاسئلة انا هي كتصايب لي روبريك مثلا تريك فان اكسيتيرا قالت لك اسيدي انا تك واحد تسعود لي سيتواسيون ولا 10 وقول لي كي غتعامل معاهم كافضل مالك Okay. C'est parti pour la rubrique qui va rentrer en main. Situation Lola, je me dis que j'ai déjà très bon.
كان شي واحد كان ما غاش سنانو ولا شي يلعب بحال هكا and you had to deal with it وانت خدام ليه في عينيه. انا كنجي للتربيه ديال كل واحد ما كتولي نهضر على راسي انا ما كنقول والو الصراحه انا ما كنقول والو كنصبر وصافي. وكوفيد عاونتنا الصراحه كوفيد عاونتنا بزاف زعما الكمامه عاونتنا بزاف مع هاد لي زينيرغومون كاينات بزاف سينو جينيرال كتكون ريحته فريمون نقولوا قاصحه من كي كنكسب لا سيكريتا ما دخل حتى واحد حتى كنحل الشراجم ونهوي شي شويه باش يدخل اللي من بعد باسكو اللي غيدخل من بعد باش ديك الريحه يسحب راه الريحه اللي عندي في الكابينه ولا ديالي انا دونك خاص ديما واحد الانترفال باش البوكس ينسى ديك الريحه يجي واحد اخر ولكن اون جينيرال ما كنقول والو. الا شتي شي حاجه ديغولاس في شي واحد في عينو ولكن ماشي في وسط البلوك واش عندك لا ريفلكس انك تقولها ليه؟ كيفاش حاجه ديغولاس؟ جو با شي حبوبه شي راه قال لي هو انورمال خصني انا في المهنه ديالي انا جو في ريبورتينغ خصني نقول ليه راه عندك هذه وعندك هذه وعندك هذه واش عندك بروبليم ديجيان في العين ولا لا الا كنتي اور البلوك ماشي ماشي في خدمتك ماشي في خدمتي واش عندك في الزنقه بحال هكا لا نو اول حاجه كنشوف هي العينين كنشوف ديما العينين جيماجين اول حاجه كنشوف العين كنشوف واش دغوا لا واش كاين شي كونجونكتيفيت كيدير هادشي سي تا ريفلكس سي اون ديفورماسيون بروفيسيونيل كيبان كريب العين ماشي كنشوف شي حوايج دي ريفلكس نقلب عليهم ملي كنشوف في عيني كنشوف واش دغوا ولا ماشي دغوا واش كاين شي حبوبه ولا لا كيفاش لا بوبير لاصقه على العين لا فورم ديال العين واش كاينه اون كونجونكتيفيت واش كاين شي حموره واش كاين شي حبوبه خارجه سي اون ديفورماسيون بروفيسيونيل باسكو هادشي اللي كنشوفو حنا في الاول يوميا ولكن انك تدخل تقول هذا شي حد في الزنقه مثلا لا ماني مع ما زعمتش نديرها. قال لك شي واحد اللي كيدير لي لونتي ولكن رخاص وهذه حتى هي في اطار ليميت ديال واش لي لونتي كيضروا العين واش حسن من نظارك في نظارك سي تي والله ماشي فرخاص مي سي فري كو الرخاص اون جينيرال سا فو دير كو سي اون موفيز كاليتي سي فري كو دون سكالا كي عندهم دي زيفي سكوندير خايبين بزاف على العين كاين اللي ماشي كاع ستيريليزي اي دونك يقدروا هما يديروا ليه اون انفيكسيون في العين الله يحفظ ماشي تلف العين كامله كاين اللي كينقصوا كيمنعوا الاكسجين من القرنيه دونك القرنيه كتايبوكسي ما كيبقاش يوصل لها الاكسجين كيستخرج لي مشاكل اخرى ديال الالتهاب دونك لي لونتي سي توجور توجور خاص تكون كونسلطاسيون ميديكال دي دائما بغيتي دير دي لونتي تمشي تقول للطبيب ديال العين انا بغيت ندير دي لونتي وباش كتنصحني ما تمشي تشري دي لونتي تمشي تشريهم من لوبتيسيان اللي كيبيع دي لونتي اللي هو كيعرف الفرق كيعرف الماتيريو باش مصاوب صوب على لونتي كيعرف لا مارك ديالها كيعرف واش لي سيرتيفيكاسيون ديالها ولا لا وان جينيرال تنقى شي حاجه رخيصه على الثمن اللي كاين نورمالمون في المارشي خاصك تخاف ماشي تخاف خاصك تهرب من الاخر يا با دو ريزون انه هادشي راه عندنا مشكل كبير في المغرب مع الشطاره ماشي حاجه ما كتشطرش فيهم ما تشطرش في صحتك اكزاكتومون صحتك ما تشطرش فيها وهذه ثقافه عندنا المغرب ديال الشطيران ثقافه ما كانش عند واحد الاخرين كيجوا عندنا ناس من دول اخرى كيجوا عندنا بزاف من موريتانيا ومثلا كان كيسحب ليا الناس عندهم فلوس حيت كملي كيجيو عندي ما عمرنا شي واحد شاطر معايا حتى كان عندي واحد من السفاره ديال موريتانيا قال لك لا حنا عندنا ثقافه ما واخا ما عندكش ما تقولش للطبيب نقص لي لا كيخاف انك تنقص ليه من الجوده شنو غادي دير ليه دونك يمشي يتسلف ويجي يعطيك داكشي اللي طلبتي منه باش تعطيه داكشي اللي مزيان ما كيتشاطرش في صحته دونك ثقافه فهمتي الهنود تما بهذه الطريقه اللي كنت في الهند في واحد ستاج نفس الطريقه في المغرب التشاطيران ديال البطاطا كيبغي يطبقوا حتى على صحته ما يمكنش الصحه ما فيهاش التشاطيران ملي كتلقى شي حاجه اللي لو بري ديالها انورمالمون با خاصك طرح راسك واحد السؤال علاش هذا السيد ما بغاش يربح معايا سكي دي با ناتوريل سكي با ناتوريل دونك راه فورسيمون رابح معاك في ذاك الثمن اللي هو رخيص ولكن علاش رخيص على الاخر بروبابلمون باسكو ما حطش لانفيستيمون اللي حط الاخر الاخر خاصو دي سيرتيفيكاسيون دي تيست باش كي باش كي باش كيبينوا انه فريمون في لي نورم دو كاليتي الاخر داز من 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 بحال النوار قول فوالا دونك راه ما خلصش داك الشيء دونك فورسيمون من تلقى شي حاجه رخيصه هرب هرب من الاخر شي واحد اللي كتقول ليه تبع يدي بعينيك ولكن كيحرك راسه كامل واحد ديجا سي ان ريفلكس ديال الدراري كاملين الدراري الصغار خاصك تشد ليه وجهه باش عاد يحرك عينيه
كيمشي الراجل دونك سي تان ريفلكس في الاول ماشي غير هذيك اللي كتقول ليه شوفني شنو كيدير لك ها كاين لي دونك واعره شي مول في البلوك او سدينهم داك اه كيبدا كتقول ليها مدام سي فو بلي ديتانديفو كتقول لك مي جو سوي ديتاندو qu'est-ce qui vous fait penser que je suis tendu normalement l'épaule ma كتكون aligné مع الودن donc هكا شويه تندو في راسك شي شويه كيما اللي ما كيحسش براسو شدو مي كتبغي تفتح على الافتتاح ديالنا حنا كيداسو انستيزي توبيكس معايا بالتقطيره كنبنج العين بالتقطيره وندخل نخدم لداخل دونك واحد لو ستريس انورم ستريس انورم كيحرك عينيه سا بو تو شانجي واحد كيقول لك يلا ها كي غادي نفتح ليك انت عينيك الفوق شوف غير ملي جاي قدام انا كنشوف فيك بوغ لوي راه كيشوف فيك دونك سي دي زاليا ا جيري كتولف مع الوقت مي خاص الواحد كما كنقولوا لي ميديسان صحابي لي زوفتالمي ما خاصكش تقلق من شي حاجه بحال هكا لا باسكو هو يكونترول با مدير لك بالعاني اكزاكتومون ما شي ما كيقلقش اه شي واحد اللي بان لك كيغش داك لو تيست ديال لي ليتر كاين لي زانفون كيديروا هادشي الدراري بزاف كيديروا هادي كيبغي ينتظر كيجي يبغي يدير الرسول ما كيشوفش عندنا دي مويان باش تعرف شكون هما لي سيمولاتور كنسميوهم من لي نون سيمولاتور مي عاوتاني tu vas pas le prendre mal كتفهم ان شي داك الدري راه يا اما باغي نضادر غير حيت صحابو عندو نضادر اه وحيت سي كول وواحد لقيتها غادي يبغي يحيدو دونك كتقول له والديه انه راه كيشوف مزيان ولكن بغى نضادر دونك نتوما اللي عندكم اختيار واش ديروا ليه خاطر ودوا ليه نضادر ولا ما ديروا ليش راه ما راه كيشوف راه واخا كتشوفوا بحال هكا ما كيشوفش ولكن راه كيشوف ولا كيكون المشكل اللي كبار من هكا اكثر من هكا هي ان شي دري كيبغي ياتيري لاتونسيون عليه يعني كيكون شي مشكل في الدار والديه مفارقين مضاربين جا واحد خوه صغير ولا اختو صغيره حس انه ما بقاتش لاطونسيون ديال والديه اللي هو دونك يكون بلوتو شي مشكل نفسي عنده هو اللي كيخليه انه كيولي يدير دي سيمولاسيون باش ياتيري لاطونسيون عليه ولا باش يجمع والديه عليه اي دونك كالا عاوتاني خاص تهضر مع لي بارون تفسر ليهم انه هادشي اللي كيدير سي جوست اون سيمولاسيون واش وقع شي حاجه في الدار اللي كتفسر هادشي وفي هاد الحاله خاص ديما تخلي واحد لابورت دو سورتي لداك الدري حيت سينو ما عمرو ما غادي يخرج من المشكل تقول ليه مثلا ملي كتسر راه كاين واحد التقطيره غنعطيها لك من غديرها غادي تولي تشوف مزيان كي كتصلح مع هاد القضيه وكي كتصلح مع الخلعه هذا ما كتشوفش خاص نمشيو نفتحوا لك على ديك العين باش نشوفوا كيفاش ممكن واقع لداخل ولكن هادشي ديما مع الاستشاره مع لي بار اللي كتقول ليه انتم بالنسبه لكم واش ولدكم غادي يدوز بلوتو هاد الطريقه اللي غتصدق معاه ولا بلوتو هادي اللي غتصدق معاك قلت له انا ولدي خاصك تخلعو الا ما خلعتيش راه ما عمرو ما غادي يخرج من هاد التمثيل اللي هو فيه ومن طم بعد كتقول ليه راه ما كرهناش انه تكون ان اكومبانيمون بسيكولوجيك للدري ولا ليكم حتى نتوما باش تعرفوا تسوقوا مع هاد الشيء في المستقبل باش ما يكونش هو اوبليجي انه يوصل يسيمولي واحد المرض باش يعبر على راسو سي تري دونجو اون ديرنيير هادي مضحك واحد شويه صراحه فاش قريتها شي واحد اللي كيجي عندك داير ديجا نضادر وكيفاش كتقلبهم كتعرفهم دايرين واحد 50 درهم ولا شي درهم اشتريها من سوق الكلب لا مونتور ماشي مشكل الا كانت غير في الكادر ماشي مشكل المشكل هي في الزاج الا كان الزاج دو موفيز كاليتي يقدر يأدي ليه عينيه بزاف سورتو النظره ديال الشمس النظره ديال الشمس اذا كانوا ماشي زعما اوتنتيك مصورين ولا كيكونوا غير تانتي خاص واحد يفهم ان لي لونيت دو سولاي كنديروهم حيت هما واحد الفلتر واحد الحاجز كيمنع لي زولت خافيولي الاشعه فوق بنفسجيه لي زولت خافيولي دخلوا داخل الشبكه كيقدروا ياثروا على الشبكه وينقصوا الشوف ملي غادي تكبر يقدروا يقتلوا الخلايا ديال الشوف دونك لي سولير كيكون فيهم داك لو فلتر انتي او في لي لونيت اللي هما تانتي ما فيهمش الفلتر انتي او في كتشريهم ب 50 درهم من الجوطيه راه تانتي كحل ولكن ما فيهمش الفلتر دونك ما كينقش من الاشعه فوق بنفسجيه اللي كتدخل في العين بيغ يعني ملي كدير شي حاجه تانتي قدام العين بحال ملي كتكون في الظلمه المومود العين كيوسع وي باش يدخل كميه اكثر ديال الضوء وي دونك الكميه ديال الاشعه فوق بنفسجيه اللي تخرجوا اللي كيدخلوا اكثر من اللي غادي يدخل سون لونيت لانك تبقى بلا نظر ديال الشمس احسن لك صحي الصحه ديال العين ديالك من انك تلبس نظاره ما فيهمش انفي ما فيهمش انفي انتي او في
دير 50 درهم شاش كنقول ما كنلقى شي حاجه رخيصه هرب كاين شي صافي فورسيمون من رخيصه راه كاينه شي حاجه اللي ناقصه فيها في الجوده دونك سي لو فيتر لو فيتر او في اللي كيغلي النظر ديال الشمس ماشي غير الفيتر او في هي يعني هذاك من انا نصاوب ديال لونات عادشي ندوزهم من دي كوميتي ديكسبيرتيز اللي هما غادي يشوفوا لا كونفورميتي ويديروا التيست ويشوفوا واش وتادوك راه كتخلصهم دونك سي توت ان بروسيس بيان سور هادشي علاش غير ماشي واحد كاين صحاب زعما راه 50 درهم و 2500 درهم راه بحال بحال ما كنقولش 2500 درهم من دادر هذيك كتشري براند كتشري البراند اكزاكتلي ولكن اوموا راه فيها ان سيرتيفيكاسيون متاكد ان هذوك النظارات الطبيه ما غاديش ياديوك الاخرين غياديوك هو المشكل ديالك دونك كتنصحوا بهذه الطريقه هذه عندي واحد لا ماشين اللي كنقدر نشوف فيها واش فيها الفلتر انتي يو في ولا كنوريه كنقول لها بنظر عاديين كندوزهم كتولي 0% يو في كدوز واحد الغيون الفيولي كيدوز كنقول لها راه ديالك كنحطهم كينقى 80% 90% كدوز كنقول لها راه هادو كياديو اكثر ما كي ما تلبس والو ما تلبسش هادو حيت ملي كتلبسهم وهما تانتي مومود العين كيوسع الكميه ديال الاشعه اللي كتدخل اكثر وغتادي اكثر حيت ما فيهاش ان فيلتر انتي يو في تسمع ديال طونيو هادوك النظاظ اللي داير اوريجينو ولا عندك عاد تحضي راسك نوفل وصلنا الحلقة نهاية الحلقة وصلنا الحلقة وصلنا النهاية على عجبني الحال يدوز جينيريك ساهل بزاف رحت بزاف كيعجبني It's very fun سبونتاني وكل شيء كالعادة any last words أي حاجة بغيت تقولها للناس اللي يسمعونا ولا اللي يشوفوا الحلقة ندير فيها كوتش زعما كوتش دو كوتش اللي يعجبك اللي يعجبك داركم ميكرو ديالك إلا كانت نصيحة وحدة للناس هي سيرو ديروا شي حاجه اللي كتخلعكم حاجه كتخلعك ديرها هذاك هو اللي يمكن غتكون شي تغره في الوقت اللي غتربحك واحد الوقت كبير وتقدر تحقق شي حوايج عمرك ما كنتي تحلم انك تحققهم دونك ديك اللي ماشي الكونفور حنا كنقول لك خاص تخرج من لا زون دو كونفور كونفورت زون ماشي قضيه ديال الكونفور واش بونسي الفير زون تدخل في الخوف شيء الكونفور الخوف حاجه اللي كتخلعك راه واخيلا موراها كاين شي حاجه اللي زوينه بزاف دونك الحاجه اللي كتخلعك ديرها هذيك اللي كتخلعك هي اللي ديرها طب ثانكس ا لوت كوفيد